وبركاته. نرحب بحضراتكم ونرحب باستاذنا الفاضل باشمهندس اكرم. باشمهندس اكرم نجار من رواد اداره المشاريع، وحاصل على الام اس سي والبي 3 او والبي جي ام بي والبي ام بي والار ام بي والاس بي والبي اس بي والبي ام او سي، وما شاء الله ليه تجارب ناجحه كبيره جدا في مجال اداره المشاريع، وحصل على شهاده الماجستير في اداره المشاريع من جامعه جورج واشنطن. هو يعني الناس اللي متابعاه عارفين مدى تعريفه الدقيق للاحتياجات التنظيميه لاداره المشاريع وابتكار حلول فريده لتحسين المشاريع والبرامج. وبدا حياته المهنيه من اكثر من 30 عام في صناعه البناء والتشييد، وعمل مشاريع وبرامج في المملكه العربيه السعوديه ومصر وايران ونيجيريا، وادخل تقنيات اداره المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص، وعمل تدريب ممتاز في اداره المشاريع في دول كثيره جدا على مستوى العالم، في موسكو والسعوديه ودبي وابو ظبي والبحرين والكويت وعمان والسودان والجزائر ومصر. واخر منصب كان شغله موظف في بورت هاربور في نيجيريا كمدير مراقبه المشاريع لمجموعه اي جي اي بي ان اي، احدى الشركات الايطاليه الرائده في مجال النفط و الغاز. وان شاء الله هنتكلم النهارده على موضوع مهم جدا لنا كلنا، الا هو اداره التغيير. اتفضل استاذ فاضل، وشكرا جدا لحضرتك. شكرا ليك باشمهندس عمر، وجزاكم الله خير جميعا على الحضور. الحقيقه طبعا عمر اتكلم على شويه شهادات كده، انا حابب ادي لمحه سريعه عن ايه الشهادات اللي قالها المهندس. يعني شهادة البي ام بي طبعا هي شهادة معروفة للجميع، والكل عارف ان هي بروجكت مانجمنت بروفيشنال من البي ام اي. البي ام اي هم البروجكت مانجمنت انستيتيوت في امريكا. الشهادة انا حصلت عليها الحمد لله بفضل الله في ديسمبر 2001، يعني حوالي 20 سنة دلوقتي. لكن في شهادات تانية بتنفع الواحد في الشغل، لو هو مثلا بيشتغل في اداره المحافظ او اداره البرامج او اداره الجدول الزمني او اداره اللهم صل على النبي الريسك دي، او في مكتب اداره المشروعات. ولذلك انا اخذت شهادات اخرى في سنه 2009، اخذت شهاده في اداره البرامج. وطبعا البرامج مش زي بقى ما الاخوه زمايلنا في الاي تي بيتكلموا عليها او مجموعة مشاريع كده يبقى برنامج، لا، إدارة البرامج نقصد بيها الريليتد بروجكتس ببعض اللي بنديرها تحت سنترلايز مانجمنت علشان نطلع ببنفيت معين. البنفيت دي ممكن تكون تايم اوبتمايزيشن، ريسورس اوبتمايزيشن، كوست، وات ايفر. كل دي من الفوائد والمنافع اللي ممكن تكون من إدارة البرامج. ايضا في معهد اكسلوس توجد شهادات مشابهه لهذه الشهادات. المقدمه دي الحقيقه علشان كان لسه في حد بيسالني امبارح بيقول لي طب هو ايه فائده الشهادات يعني؟ هقول لكم دلوقتي حالا، بس اكمل بقيه شهادات اللي قالها اخونا المهندس عمر. ولان انا اساسا بلانر، يعني بعد ما اخر مره اشتغلت مدير مشروع كان في سنه 96 97 في الدمام، انا خريج 84 ميلاديه شمس مدني، وبعد كده اشتغلت بقى في البلاننج سكيدول كوست كنترول. البلاننج سكيدول كوست كنترول كان يتطلب ان الواحد ياخد شهاده تضيف لي من المعارف وتثبت الاحترافيه في البلاننج سكيدولينج، وده كان سنه 2011 اخدت شهاده اسمها بي ام اي اس بي سكيدول بروفيشنال. لكن قبليها اخدت شهاده في 2007 اسمها بي اس بي بلاننج سكيدول بروفيشنال. كمان لان الريسك مانجمنت من الحاجات المهمه جدا اللي دائما احنا بنهتم بيها، سواء كان بقى في البروجكت مانجمنت ولا في اي حاجه ثانيه، في اي شغل ثاني، اخذت شهاده ريسك مانجمنت سنه 2010. في سنه 2017 شغلت منصب كونسلتنت بي ام او هيد لمكتب تحقيق الرؤيه في وزاره التعليم السعوديه، وكان شركات كبرى بتقوم ب يعني عمليه اعداد وانشاء المكتب، وانا كنت بشتغل مع كلاينت كاستشاري.
واتعرفت ساعتها على اكسلوس اللي بيدي برنس 2 مثلا. برنس 2 هو بروجكت انفايرمنت، بروجكت كنترول انفايرمنت من اكسلوس، يعني زي الايم. اتعرفت كمان على منهجيه لاداره مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع واللي بتسمى بي 3 او، وحصلت على الشهاده في نفس السنه تحديدا يوم 20 21 اكتوبر 2017. كل الكلام ده وكل الشهادات دي وكل هذا الفكر والمنهجيات بتساعدني طبعا في اني ادرب واعلم الناس وادي كورسز، لان انت تحتاج كمدرب او كمنتور يكون عندك مصداقيه. يعني مش مجرد هتروح تدرب كره قدم وانت عمرك ما لعبت كره قدم وليس لديك شهادات في يعني كره القدم او في التدريب. فلاني انا بشتغل كونسلتنت من 2005 بعد ما سبت نيجيريا، حبيت اخد شهادات اللي تضيف الى معرفتي وتساعدني في عمليه التدريب والكونسلتيشن. لان كل هذه الشهادات وكل هذه الانظمه لا يمكن ان انت تطبقها التطبيق السليم الا اذا كان عندك يعني شويه معرفه وشويه خبره في التشينج مانجمنت. اخذت شهاده التشينج مانجمنت فاونديشن في ديسمبر 2018، وانا اتعرفت برضو على التشينج مانجمنت ك يعني خبره عمليه في نفس المكان اللي اتعرفت فيه على البي 3 او كخبره عمليه في مكتب تحقيق الرؤيه في وزاره التعليم المملكه العربيه السعوديه. طيب ليه التشينج مانجمنت بقى؟ وليه الشهادات دي ربطتها وقفتها عند التشينج مانجمنت؟ لان في الواقع وفي الحقيقه كل هذه الشهادات هي منهجيات وفروع من العلوم تثبت ان انت عندك نوليدج، وربما يكون كمان معاها اثبات للخبره في اداره المشروعات بكل الفروع بتاعتها، ولكن لن تستطيع تطبيق اي من هذه النظم في المكان اللي انت فيه الا اذا كان عندك بعض العلم بالتشينج مانجمنت. طيب ليه يعني؟ اشمعنى الشينج مانجمنت؟ ما هو اصل اللي احنا بنعمله ده كله هو عباره عن تغيير. فطالما في تغيير يبقى اذا انت تحتاج الى ادوات تغيير. وادوات تغيير بقى الحقيقه في مع النظم الجديده ومع الاورجنايزيشن ومع غيره يعني مكتوبه بشكل احترافي وهايل جدا في الكتاب الخاص بالتغيير للبروجكت مانجرز، واللي على اساسه عملوا شهاده التشينج مانجمنت. نرجع بقى للي كان بيسألني على ايه فايدة هذه الشهادة؟ هل الشهادة دي هتساعدني في ان انا اشتغل ويكون ليا قيمة في سوق العمل؟ هقول له ايوه ولا لا. ليه ايوه ولا لا؟ قلت له بص، يعني تخيل كده نفسك انت واحد ما عندكش خبرة، او انا صاحب شغل وجاي لي اتنين ما عندهمش خبرة، واحد فيهم معاه شهادة نوليدج والتاني معهوش شهادة، اخد مين فيهم؟ اللي طبعا هتاخد اللي عنده النولج بعد الانترفيو بتاعه وتوفيق ربنا. طب افرض انا عندي اثنين عندهم خبرات متشابهه متقاربه في بوزيشن معين، وواحد معاهم شهاده وواحد معهوش شهاده. معاه شهاده مش هاخد مين؟ برضه هاخد معاه شهاده. اذا الشهاده ممكن ترجح عند التعادل، يعني لما يكون في تعادل ترجح طبعا هذه الشهاده ان حضرتك ممكن تشتغل في هذا المكان. طبعا الشغل ده بالذات يعني ارزاق بتاعت ربنا، ولكن احنا بناخد بيه الاسباب. هو الظاهر في حد هنا بيقول الصوت مش شغال وبتاع، بس طبعا اكيد انتوا هتقولوا ازاي يشغل الصوت. طيب دي اول المحاضره لسه ما ابتدتش. هل في شهاده متخصصه؟ في شهاده متخصصه في التغيير اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، وهي من الـ APMG. جميل، اوكي. طيب نبدأ المحاضرة بتاعتنا على بركة الله، ونقول لحضرتك أول حاجة عايزين نتكلم عليها، أقول سعادتك هو إيه التغيير؟ أنا بحب دايماً يكون في إنتراكشن في المحاضرات، فلو كان الإنتراكشن عن طريق الكتابة
برضو جميل لو كان الانتر اكشن عن طريق الصوت، نقدر ترفع ايدك ونفتح لك الصوت ان شاء الله، وتقول وتسال كل حاجه. مش هنقعد نقول بقى ايه، انا هقعد اشرح وبعدين في الاخر تقولوا اسئله، لا الكلام دوت ينيم الناس وينيمني انا شخصيا. لكن احنا هنتكلم سلايد سلايد كده مع بعض، ولو حد عنده اي استفسار ممكن يكتب في الشات، ممكن يرفع ايده اذا حب يعني انه يرفع ايده، وكلنا شايفين رفع الايد. لو انت من الموبايل فيه 3 نقط كده تقدر تدوس عليها، او عند البارتيسيبنت تقدر تدوس عليها وتلاقي 3 نقط في رفع الايد. رفع الايد دي برضو طريقه كويسه، لو عندك سؤال تقدر انت تسال عن طريق الشات. يعني الاسئله اللي من الاسئله الجميله جدا الحقيقه، ابانوب بيسال بيقول لي هو ايه نصيحتك للشباب الحديث اللي عايز حديث تخرج يعني اللي عايز يدخل في مجال الاداره؟ طبعا مجال الاداره ان جنرال كده، ولا تقصد اداره المشروعات؟ انا هعتبر انت تقصد اداره المشروعات. طيب اداره المشروعات الانشائيه ولا الاي تي؟ هتقول لي ما انتوا طول عمركم بتقولوا ان مجال الاداره ممكن واحد مهندس مدني يشتغل في التعليم زي ما كنت في مؤهد في التعليم، او واحد بتاع اي تي يشتغل في الكونستراكشن. هقول لك ايوه، بس يعني الكلام ده لسه في المنطقه العربيه بتاعتنا ما هوش مطبق قوي. لكن خلينا نقول ان في واحد مهندس مدني، اداره مشروعات مهندس مدني، او اداره مشروعات اي تي، او اداره مشروعات تيليكوم، ياخد ايه من الشهادات اللي تساعده انه يدخل في مجال الاداره، او يتعلم ايه او يتدرب ايه. ده كلام كويس جدا. اللي انا بقول لو انا اي تي، لو انا واحد انفورميشن تكنولوجي وعايز اشتغل في مجال السوفت وير ومجال يعني الديفلوبمنت، هقول لك طبعا جدا خد اجايل. ليه اجايل؟ ما هو الدنيا كلها رايحه دلوقتي للاجيليتي، او الاجيليتي زي ما بعض الناس بيطلقوها. هو الكونستراكشن اصبح اجايل، والاي تي اجايل، والتليكوم اجايل، والتطوير اجايل. فخد شهاده اجايل. وبما ان السكرام ده اجتهاد شخصي مني، بما ان السكرام هو اكثر المنهجيات المستخدمه خاصه في السوفت وير وغيره لاداره يعني هذه المشاريع الاي تي بالاجايل، تقدر ان انت او بالاجايل تقدر انت تاخد شهاده سكرام. طب انا ما ردتش ليه على راجل بتاع المهندس المدني؟ ما انا مهندس مدني، وكل الناس اللي بيجي يحضروا مهندس مدني فهيقعد يقول لك بقى ايه ده يا عم بيتكلم مع الناس اللي تبعه. لا، انا هكلمك الاول على المهندس الاي تي، وبعد كده هكلمك ايوه المهندس المدني تعمل ايه. لو كنت اي تي او بتشتغل في مجال السوفت وير، انصحك ان انت تاخد سكرام، تاخد بقى سكرام باي سكرام ماستر مثلا، وتتدرج. طب ليه ما رحتش للاي سي بي بتاعت البي ام اي؟ صعبه صعبه، سيبك منها، خد حاجه سهله الاول وبعدين بروح للصعبه. يعني ما تسيبهاش تماما، لا، بس خد الاول السهل، خد الحاجات اللي تخلك تعمل لك مايند شيفت وتفهم معلومات، وبعدين ابقى اروح للصعب. طيب لو انا مهندس مدني، لو انت مهندس مدني في اللين كونستراكشن، واخونا زميلنا مهندس احمد سعيد اللي هو موجود هنا معانا في المجموعه هيرفع ايده، ممكن يعني يكلمنا في دقيقتين كده عن الليكونستراكشن. الليكونستراكشن هو بالظبط طريقه اداره المشاريع الانشائيه، ولكن بالاجايل كونسبت، طريقه الاجايل. طيب دي معلومات يعني انا ممكن اخدها وتديني نوليدج حلو قوي، ولكن لو حضرتك عايز تاخد خبره لازم تشتغل في مكان يطبق هذه النوليدج، ويكون عنده تشينج مانجمنت. تشينج مانجمنت هنتكلم عليه بعد شويه. طيب مهندس ميكانيكا، والله ممكن تاخد حاجه جنرال برنس 2 علشان تقول انا داخل في اداره مشروعات، او بي ام بي، او سي اي بي ام اللي قبل بي ام بي. عايز تتعلم اداره صح ان جنرال مش اداره مشروعات، اعمل ماستر بزنس ادمنستريشن، هتاخد اداره عموما الاعمال، واعمل معاها حاجه خاصه باداره المشروعات. يعني يا سلام، عندنا في الأكاديمية العربية بمصر
عندهم ماستر بزنس ادمنستريشن تخصص في اداره المشروعات، تاخد سنتين من المواد المختلفه، والدنيا كلها النهارده في اداره المشروعات رايحه لان يكون مدير المشروع يكون عنده سنس في الاستراتيجي وسنس في الماركتينج وسنس في الادفانس فاينانس وسنس في الايكونوميك مانجيريال ايكونوميك، كل هذه المواد. انا شخصيا وانا في هذا السن يعني بعمل دي بي اي دكتوراه في البيزنس ادمنستريشن، دكتور بيزنس ادمنستريشن. ليه؟ بيدينا معلومات ويدي ويتس كده في المعلومات تقدر تستخدمها. الجامعه في مصر عندنا الاكاديميه العربيه، مش مصر بس، في كل دوله عربيه ليها، في كل دوله عربيه فرع، والنهارده العمليه بقت سهله في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا البحريه العلوم والتكنولوجيا. واسهل حاجه ان انت اونلاين دلوقتي تقدر تقدم وتشتغل وكل حاجه. طيب نبدا بقى المحاضره بتاعتنا ونشوف موضوع ال change. خلينا نبدا كده بسؤال بسيط جدا، يعني ايه change؟ ايه هو التغيير؟ او يعني خليني اقول لك ايه هو الغرض من التغيير. ممكن حد يقول ان التغيير هو التطوير، مظبوط. والله التغيير ده الغرض منه عملية التطوير، او الغرض منه هيكون عملية البقاء. يعني خليني اعرف لك الاول ايه هو التغيير وبعدين نرجع تاني للسرفايفل او الايفولوشن اللي احنا بنتكلم عنه. شوف، لو انت في وضع معين، زي مثلا انا متخرج من هندسه ميكانيكا، لما كان بيسال كده روماني او ابانوب كان بيقول انا متخرج من هندسه مدني، ووضعي الحالي اني ما اعرفش اداره او يا دوب على حد الكلمتين اللي خدتهم في الجامعه بتاعتي الكليه بتاعتي، عايز انتقل، عايز اضع نفسي في وضع جديد. ايه هو الوضع الجديد؟ اني اكون متعلم اداره صح زي ما روماني قال كده، واني ابدا بعد كده اخد الليد في عمليه الاداره. طيب وماله، ايه المشكله؟ ده هيحتاج الى تغيير. يبقى اذا تحرك حضرتك من البوزيشن اللي انت فيه، وخاصة لو كنت في مكان ستيبل، انت في بتشتغل في شغلانة انت فيها ستيبل وعايز تنتقل الى مكان جديد، يؤدي الى انك هتتعلم حاجة جديدة، هتغير من ثقافتك. دي اللي نقول عليها ايه؟ التشينج. او هتطور من نفسك، عملية الايفولوشن او التطوير، ستيب باي ستيب بلاننج زي ما بنقول في اداره المحافظ. اداره المحافظ دايما انا بحب اربط الامور ببعضها، يعني ما بخرجش عن موضوع الحاجه، بخرج عن الموضوع، لا احنا بنربط المواضيع ببعضها. تشنج مانجمنت بيستخدم في اداره المحافظ، واداره المحافظ احد الطرق اللي بنعمل بيها امبلمنتيشن للبورتفوليو مانجمنت على حسب اكسلوس، هي ما تسمى ايه؟ الايفولوشن. ايفولوشن نقصد بيها التطوير خطوه خطوه مع عمليه التخطيط، لان في طرق ثانيه زي البيج بان او الاد هوك. ان شاء الله قريبا نعمل لكم دوره مانجنج اوف بورتفوليو نتكلم فيها على هذه الامور. لكن اللي انا عايز اقوله هنا ان انت حضرتك لما تيجي تعمل ايفولوشن، عايز تنتقل من مكان لمكان، شويه شويه بتخطيط، انت تحتاج الى فكر تشينج مانجمنت. طيب امال ايه موضوع السرفايفل؟ السرفايفل يعني البقاء. انا عايز افضل في مكاني، مش عايز الناس اللي بيشغلوني ياخدوا، يعني يجيبوا حد مكاني، عايز افضل على قيد الحياه في العمل اللي انا بشتغل فيه. طيب اعمل ايه؟ يبقى برضو هيبقى عندي نوع من انواع التغيير، هنتقل من ليرنينج باستخدام الليرنينج من وضع انا فيه الى وضع تاني عايز اوصل له، زي المثال اللي احنا قلناه.
على موضوع انك تاخد شهاده او تتعلم المانجمنت. حد عنده اي استفسار؟ بالظبط الاز از وتو بي. مهندس محمد فتحي، مهندس محمد فتحي هو المساعد بتاعي، دايما بيحضر معايا كل المحاضرات، برحب بيه. الاز از وتو بي، الوضع اللي انا فيه. ويا سلام بقى لو كان الوضع اللي انا فيه اللي يقولوا عليه الكونفرنت زون، اللي انت مرتاح فيه ومبسوط وايه اللي يخليني اغير؟ وانا بقالي 15 سنه في الشركه دي، حد راجل يقعد 15 سنه في الشركه بتاع نفس الشغل، انا مش متخيل بصراحه انت هتتعلم ايه في نفس الشركه 15 سنه. يمكن يكون عنده تنقلات في افرع كتيره ووظائف كتيره وعنده كارير باس ماشي، بس ده مش هو الكيس بتاعت الناس العاديه، انه يفضل في نفس الشركه بيعمل نفس العمل 15 سنه، خبراته بتكون محدوده. فاذا هو عايز ينتقل مكان لاخر. حد عنده اي استفسار قبل ما ننتقل الى السلايد اللي بعدها؟ خليني اكلمكم في السلايد دي على ابسط الامثله التي يمكن ان هي تبين لنا موضوع التغيير. في سن ال 17 الواحد لسه يا دوبك يعني كده ده هيخش الجامعه، المفروض ان معظم الشباب يكونوا لعبوا العاب الفيديو. لعب ده على ايامنا كان او على ايام ولادنا كان اللي هو البلاي ستيشن. طيب لكن في الحقيقة هو قاعد يلعب ألعاب فيديو ويسوق عربيات ويسوق طيارات ويسوق صواريخ، لكن عمره ما قاعد في مقعد السائق أبدا، عمره ما قاعد في مقعد السائق أبدا. هو في المرحلة دي هو غير كفء، هو incompetent ولا يعي على فكرة ان هو غير كفء. ليه؟ ما هو قاعد عمال يطير ويطلع ويعمل لكن حالته النفسيه وهو بيلعب العاب الفيديو هو unconsciously incompetent، يعني هو غير كفء لكن عن غير وعي. طبعا احسن حاجه ان انا اخده كده في منطقه مفتوحه وكبيره وأقول له تعالى في الميدان يا حميدان وريني نفسك حبيبي، هتعرف تسوق ولا لا؟ حاول. وخاصة زمان، يعني أنا بكلمكم على حاجات يعني حصلت، وخاصة زمان كان العربيات تبقى معظمها بالجير بوكس، يجيب الأول والتاني والتالت. أول ما هيبدأ ويشتغل ويمشي غالبا هتبص تلاقي العربية نطت منه. ليه؟ ما هو لسه رجليه مش واخده، هو قاعد في سيميوليشن، قاعد في يعني عالم افتراضي، هو فاكر نفسه انه بيعرف لكنه لا يعرف. طيب هنا بقى هيبتدي ياخد باله ان هو incompetent، لكن ابتدى يعمل ايه؟ ياخد باله. شوف احنا كاتبين لك هنا concentration، يبقى اصبح عنده ادراك ان هو لا يعني incompetent. في حد بيقول الصوت مش شغال، الصوت شغال يا جماعه، لو الصوت شغال لو سمحت تكتب واحد. ايوه استاذنا الصوت شغال. شغال طيب خلاص. في هذه الحاله ملوش حل غير ان هو يتعلم. طبعا اثناء دروس القياده ولما نيجي نختبر السائق الجديد اللي بيتعلم ده باستمرار، بيقعد يفكر كده في اللي بيعمله وايه اللي المفروض يعمله ويعمله زي الكتاب. وفي الحقيقه اثناء اختبار القياده بيحاول ان هو يظهر للي بيختبره انه يعني مفيش احسن منه وماشي بالظبط زي الكتاب وانه مؤهل. فهنا في الحاله دي اصبح واعي انه اتدرب بقى، اتدرب لما ما كانش بيعرف اصبح بيعرف وينجح وياخد الرخصه. اول ما يجتاز الاختبار ويكتسب الخبره، خلي بالك ده كله تقدر تحطه كده على الناس اللي بتشتغل في اي حاجه، اداره المشروعات. واحد خد شهاده، بعد ما خد الشهاده افتكر انه خلاص
هو خد شهادة البي سي او ولا التشينج مانجمنت ولا برنس 2، ينزل كده وهيجيب الكتاب ويقعد يطبق. يحصل له ايه؟ يحصل له زي الراجل اللي بيحاول يسوق العربية. ليه؟ لأنه ما تدربش التدريب العملي اللي اندر المنتور بتاعه. طيب يوم يجي المنتور بتاعه يدربه ويبقى قاعد بقى اعمال بكل حته كده بيعملها زي الكتاب، يصبح عنده الخبره ويكتسب الخبره ويطبق المعرفه بطريقه حقيقيه. لكن في مشكله بتحصل عند الناس الخبراء اللي بيطبقوا المعرفه بطريقه حقيقيه، ان هم يبطلوا يفكروا في ازاي ان هو يطبق، خلاص يروح مشغل الاوتو بايلوت. بنقول عليها احنا ايه؟ اوتو بايلوت، خلاص بيسوق لكن اوتوماتيك. بيسوق من غير ما يفكر في خطوات العمل، لانه اصبح في الحقيقه يعني واعي وعنده خبره وكل حاجه. هنا بيرتد شويه، بيبقى unconsciously competent. ويرتد ليه بقى؟ ما هو unconsciously competent وبيشتغل باوتو بايلوت ومفيش اي مشكله. بيرتد لانه هو بيغلط. بيغلط علشان خاطر الاوتو بايلوت. وهنا دايما بنقول للناس اللي بيشتغلوا ان لازم تكون مركز دايما، حتى لو كنت خدت الخبره، لان اثناء العمل تطلع لك مشاكل ما كنتش شايفها قبل كده مهما كان عندك خبره. الصعوبه اللي بتكمن هنا في ان احنا لم نعد نركز على ما نقوم به، وبالتالي يمكن ان تتطور الطرق المختصره اللي احنا بنشتغل بيها دي الى عادات سيئه. وممكن يؤدي بينا اللي احنا نعود الى عدم الكفاءه وبلا وعي. انا بقالي 10 سنين بعمل الشغلانه دي وناجح فيها، هي المره دي ما نجحتش ليه؟ ما هو في حاجات دي طلعت يا اخي. انت قاعد شغال بالقديم ما طورتش نفسك. او في انفايرمنتال فاكتورز، في يعني عوامل بيئيه حواليك بدأت تأثر انت ما خدتش بالك منها وفاكر نفسك ابو علي. خلي بالك من الجزئيه بتاعت الاوتو بايلوت. حد عنده اي استفسار؟ هنا بنتكلم على موضوع التعلم وعلاقته بالانديفيدو. اشمعنى التعلم؟ ما هو التعلم هو بدايه التغيير. التعلم هو اساس التغيير. التعلم هو اللي بيخلي الناس حتى تعمل ريزيستنت للتغيير. شوف الكلام ده ازاي. لو في اي استفسار اكتب في الشات او ممكن تعمل ريز هاند. طيب تمام، جميل جدا. تعال بقى نروح نتكلم على التغيير وعلاقته بالاندفيدوال. عمنا كوبلر روس، في واحد اسمه كوبلر روس، عمل هذا المنحنى وسميناه منحنى التغيير. وقال ان في ردة فعل هتحصل لما خلال الوقت، طبعا ردود فعل كبيرة، لما نبدأ بالنظام الجديد. خليني ادي لك مثال كده واشرح لك بس الاول ان المحور اكس ده هو يمثل التايم، في البداية في النص في النهاية، والمحور واي ده يمثل الحالة النفسية والطاقة اللي موجودة عند الناس والبرفورمانس. فتعالى افترض كده ان انت قاعد شغال في الاورجنايزيشن بنظام معين والناس كلها مبسوطه والنظام ده جميل جدا وهو اليه تكنولوجي واحنا بنكسب من وراها ولا في احلى من كده. خلي بالك اي حد بيشتغل بنظام بيعتقد كده طالما بيكسب. يعني انا عايز اقول لك ان اللي بيشتغل بطريقه البلدي عندنا في مصر يعني معاه النوته والورقه والقلم وبيكسب، هو سعيد شايف النظام ده ممتاز. طب من ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في تشينج، واحد رئيس مجلس اداره او مجلس اداره جديد او وات ايفر، جبنا بي ام او مانجر جديد وابتدى يحط نظام جديد. اول حاجه بتحصل عند الاشخاص او الشخص اللي بيحدث عنده التغيير انه يحصل له ايه؟ هو انت فرنساوي وانا ما بعرفش فرنساوي، يعني مونا مي مش عارف ايه، فمونا مي يعني حبيبي الكلمه الوحيده اللي اعرفها. مش كده؟
لو سمحت تكتب لنا عربي انجليزي، انا ما اعرفش فرنساوي، لو في حد يعرف فرنساوي يا جماعه يقدر يترجم الجمله اللي عاملها اخونا. في كتب هقول لك في الاخر على الكتاب. لا مش ريزيستنت ولا ديبريشن، دي مش اول حاجه. الحقيقه ان اول حاجه هتحصل هي صدمه. ايه ده؟ نظام جديد؟ ايه الكلام ده؟ طب هو احنا هنعمل ايه؟ هو الحاجه الجديده دي هتغير من موقفنا؟ طب احنا ما كناش متوقعينها. طيب هذه الصدمه هتفضل موجوده ولكنها هتقل. لو كانت مفاجاه كامله، حتى لو كانت نص مفاجاه هتقل. طيب ايه الخطوه اللي بعديها بقى بعد التشوك؟ اول حاجه عند التشوك، يعني حتى لو انا عارف ان في نظام جديد جاي لي، لكن اول ما اشوف النظام كده، ايه ده؟ لا مش هو ده اللي احنا كنا متخيلين. ايه رد فعل تاني؟ رد فعل التاني هو الانكار. الانكار، لا لا لا، بص النظام اللي انت جايبه ده حضرتك في الشركه مش عشاننا. النظام اللي انت جايبه ده جايبه علشان ناس تانيين، مش احنا اللي هنشتغل. لسه الاعتراض يا ابانوب هيجي في الخطوه اللي جايه، هيجي يبتدوا بقى يعملوا غضب وبليم. ايه ده؟ هو مين اللي جاب لنا الشغلانه ده؟ ده رئيس مجلس اداره، ده بلوه، ده جاب لنا، ده البي ام او مانجر ده جاب لنا النظام، هيتعبنا بقى وهنقعد نتوب ورق وبتاع. لا 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 لا، انت اللي جبت الكلام ده. نقعد بقى ايه، نلوم بعض، نلوم الاخرين بسبب هذا الامر. رد فعل لما ينتقل الى الغضب واللوم، ده لانه بيكون الغضب ده من الاشخاص اللي دخلوا التغيير، ويلقوا اللوم عليهم لانهم تسببوا في حاجه الى التغيير. يقولوا والله لو ما كنتوش انتوا، لو كنتوا انتوا شايفين شغلكم ما كناش نخسر، وكنا مش محتاجين للتغيير. يجي بعد كده نبص نلاقي ان، خلي بالك بقى من حاجه قبل ما اكلمك على الخطوه الرابعه، شايف الكيرف عمال ينزل؟ طب الكيرف من واحد اثنين عالي، مين يقدر يفسر لي علو الكيرف من التشوك للدينايل وبعد كده نزوله؟ ما هو الكيرف ده خلي بالك احنا عندنا وقت اهو، وقت اهو ما بين التشوك والدينايل، وعندنا علو في ايه؟ في المورال والانرجي والبرفورمانس. الا ده بالرغم ان في تشوك، لان هو عايز يثبت ان احنا حلوين قوي، اهو يتحمس ويشتغل وبتاع، تمام، عشان يقول ايه، انتوا مش محتاجين هذا النظام، احنا الكلام ده عندكم مش عندنا. يمكن شايف احنا زود، احنا عندنا برفورمانس زاد من النظام الجديد ولا بتاع. لكن لما نصر الاداره بقى تصر على النظام الجديد، يبتدي ينزل البرفورمانس، الحماس يروح والطاقه تروح والمورال يقل، ويبقوا يشتغلوا في موضوع الانجل، الغضب والبلين. ينزل كمان اكتر لما يبتدوا يساوموا بقى. الخطوه الرابعه هي استيعاب الغضب والانتقال الى لوم الذات او المساومه. يعني انا السبب، احنا اللي سمحنا بهذه الامور، الاسباب اللي خلت التغيير لابد منها، دي جايه من افعالنا احنا. طيب لو كنا بس نساوم بقى، طب ما ممكن نعمل بس. يبتدي يبحث بقى عن اشياء كان ممكن انه يقوم بيها بشكل مختلف علشان يمنع الحاجه الى التغيير. اما الخطوه الخامسه، هننزل في الحضيض. دي اخر حاجه بقى في نزول البرفورمانس. اسمه دكتور كوبلر، كي يو بي، خلينا نكتب لكم كده في الشات اهو، كوبلر كي يو بي ال اي ار اس اس. ده اسم الكيرف عشان كان محمد السيد بيسال عن اسم الكيرف. هننزل بقى ايه في الحضيض تحت خالص، يحصل بقى هنا
الدبريشن، لذلك الشباب اللي قالوا ديبريشن من البدايه مش على طول كده، لسه هينزل بقى ديبريشن بقى، ويبتدوا يعملوا ايه بقى، يبقى عندهم يعني كونفيوجن، مفيش انتاجيه بقى، مفيش انتاجيه، يبقى اصبح عندنا الاكتئاب والارتباك او ديبريشن اند كونفيوجن بعد ما هم لاموا نفسهم، وهي دي اللي بنقول عليها ادنى نقطه من حيث التقدير والمعنويات والانتاجيه، كل البرفورمانس والمورال والانرجي. ليه؟ لان خلاص بقى يعني الفرد مش متاكد هو هيعمل ايه، ولا عنده رؤيه يشوف فيها طريقه التعامل. وهنا نقول عليها الفوضى، الكيوس، يقولوا عليها الامريكان الفوضى الخلاقه. الخطوه السادسه يا جماعه هي القبول، اكسبتنس. ايه ده؟ ده احنا ابتدينا نطلع تاني في البرفورمانس اهو، خلاص بقى الموضوع اصبح امر واقع، اصبح امر واقع. الشطاره من الاداره، في حد ايه رافع ايده؟ طيب ماله، مفيش اي مشكله، اسكت وان ميوت، اتفضل او اتفضلي اسمع، او اتفضل ممكن تعمل ان ميوت لنفسك وتسال السؤال. واضح ان هو كان رافع ايده غلط. الشطاره في الاداره يا جماعه هنا ان هم يقللوا من الوقت ده، مش عايز اقعد كتير في القاع كده في المرحله اللي فيها يعني ديبريشن والكونفيوجن، عايز اوصل الى الاكسبتنس. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هنتكلم بعد شويه على المودلز الخاصه بالتغيير، وهقول لك خطوات عمل معينه عشان خاطر تقدر حضرتك يعني تستخدمها. هنا في القبول الخطوه السادسه، لما الفرد ما بيجدش اي معنى ومبقاش عارف ايه اللي هيعمله، فبيبتدي يدور، يبص لقدام كده، واحنا هنعمل ايه بعد كده؟ هنا بقى هي النقطة اللي فيها الفرد بيحاول يلاقي طريقة يعمل مصالحة مع التغيير، ويبقى التغيير ده لصالحه. الخطوة الأخيرة في المنحنى هي حل المشكلات أو المضي قدما. خلاص بقى هو التغيير موجود، طب أنا مش عارف أطبق السيستم الأولاني، أروح أخد كورس ولا أفتح يوتيوب وأتعلم، طب أنا مش عارف أتعامل مع الشخص الجديد، أشوف مدخله فين وأعمل معاه ميتنج، قاعد أنا عمال بعمل إيه؟ قاعد أنا عمال أوجد حلول للمشكلة علشان أعرف أشتغل وأعمل برفورمانس عالي. لا، ما هو الاداره هتعمل خطوات. الانجينير حسام بيقول طب انا كاداره هفضل اتفرج لحد ما كل ده يحصل؟ لا، الاداره هتعمل خطوات، لان حضرتك الاداره لو ما عملتش الخطوات هيفضل الدينايل وهيفضلوا في دينايل. لكن انا هعمل حاجات معينه هقول لك عليها بعد شويه هتؤدي الى ان هو يحصل له انجر وبارجنينج ودبريشن ومش عارف ايه، وبعدين يتحول ويقبل ويبقى عنده بروبلم سولفنج. فانت الخطوات السبعه زي ما طلب احد الزملاء نعيدها بسرعه على حسب الصناعه. اول حاجه انا داخل بنظام جديد، قلت لهم او ما قلت لهمش، قلت لهم يعني بستخدم ايفولوشن او اد هوك، ما قلت لهمش يعني انا دخلت بيج بان على طول. هو دايما يقول لك ايه، افويد بيج بان تشينج، فيحصل التشوك وبالتالي يتحمسوا علشان يثبتوا ان هم احسن من النظام اللي جاي وينكروا. وبعدين انا ابتدي اعمل، احط الرؤيه والرسائل واعمل تحالفات، بقول لك اهو خطوات الاداره بتعملها، واقول اعمل تحالفات مع الميدل مانجمنت، فيحصل من الناس اللي عندهم ريزيستنت الانجر والبليم والبارجنينج والسيلف بليم، وينزل تحت خالص في الدبريشن. انا بحاول ان انا ابعت له رسائل واشوف ناس تانية عندها قصص نجاح اعمل معاهم كويك وينز. ما هو مش كل الناس هيبقوا في ماشيين بالكيرف ده، في ناس هتيجي معايا على طول، وفي ناس هتقعد شويه لغايه ما ترجع تاني تروح لعمليه البروبلم سولفنج. في الواقع
لو كنت هتعلن عن الدعم لهذا التغيير هيحتاج الموظف بتاعك انه يمشي على المنحنى وانت محتاج تقدم له لرسائل، وهذه الرسائل تكون واضحة وفي كوميونيكيشن، وتفهمه ايه اللي هيحصل في التغيير، وتكون الخطة واضحة للتغيير. وطبعا don't make change and add on، يعني مش وانت شغال تقعد تزود كمان في حاجة التغيير اللي انت عايز تعملها، لا حط فيجن من الاول وما تزودش في الامور اللي تصعب عليه، بالعكس خليك اجايل في ان انت تسهل عليهم عملية الليرنينج. حد عنده اي استفسار؟ لا شاكر، ده احسن، مش عارف الدنيا حر ايه. لما يكون اكبر المعارضين لاي تغيير هو الاداره العليا، لا هو مش تحدي، هو هيبقى فشل، ابشرك يعني. وده كتب التغيير بتقول كده، يعني لو اخدت معاها كورس التغيير هقول لك في اول محاضره، لو ما عندكش راعي للتغيير وهذا الراعي عنده صلاحيات استراتيجية وهو الشامبيون بتاع التغيير وهو من فوق، انسى الموضوع، مش هيحصل تغيير. ده بقى ده علماء التغيير بيقولوا كده، مش انا، والواقع بيقول كده. لو حضرتك داخل عايز تعمل بي ام او وعايز لسه تقنع الاداره العليا ان البي ام او دي حاجه كويسه، انسى الموضوع، مش هتحقق 10% من اللي انت عايزه. ولهذا التغيير ياتي من اعلى، وياتي من اعلى بتكامل مع الناس اللي في الميدل مانجمنت واللي تحت. لكن التغيير عمره ما هينجح اذا ما كانش عنده شامبيون سبونسر موجود من فوق. المده زي ما انا قلت لك على حسب الصناعه، يعني مثلا في الكونستراكشن انا عايز اعمل بي ام او، حسب التغيير انت بتعمله، عايز اوصل من ليفل 1 اللي هو ما فيش بي ام او خالص الى ليفل 3 اللي هو حوالي 60% من مستوى النضج، بتكون تقريبا في حوالي 18 شهر. انا شفت شركات بتحط 12 شهر، بس انا بقول لهم ده يعني تشالنج صعب، وخاصه اذا كانوا كتير. بالظبط كده، هي بتقول ان التشينج لازم يجي من الاثوريتيز في المانجمنت، ما ينفعش التشينج ابدا يجي من تحت. يعني هو لو جه من تحت ووافقوا عليه في المانجمنت وكانوا مقتنعين بيه يبقى هيحصل التشينج، يعني ممكن الايديا تيجي من تحت الفكره، لكن من غير السبورت الفوقاني انسى الموضوع. ننتقل للسلايد اللي بعديها ونشوف تفضل اتفضل استاذن حضرتك. طيب لو كان اراده التغيير، انا حضرتك يا فندم، لو كانت اراده التغيير متطلب من متطلبات الاونر، وانا لست على قناعه بان الاونر قادر على التغيير، لانه هو بيغير من سياسه اداره مؤسسيه لسياسه اداره اعمال خاصه. يعني عشان اوضح اكتر، لو انا مثلا الاونر بتاع شركتي عاوز يخلينا نسيب إدارة المشاريع العامة وننفصل بإدارة منفصلة لإدارة مشاريعه هو الخاصة، أنا لست على قناعة، هو عنده إدارة إرادة تغيير أهو، ولكن أنا لست على قناعة من إن مثل هذه الإدارات تستمر أو تنضج أو يحصل ليها نمو. وبالتالي أنت مين في الأورجنايزيشن؟ أنا مدير المشاريع، يعني أنا مدير مشاريع شركته، عاوز يسحبني من المشاريع العامه اللي انا ميدل مانجمنت اهو تحت التايم مانجمنت، تمام، عاوز يسحبني من المشاريع اللي انا بادرها، المشاريع العامه كمحطات ميه ومشاريع خدمات و و و الى اداره مشاريعه الخاصه. هي مشاريع كبيره برضو، بس فاميلي بيزنس في الاول وفي الاخر. يعني هو عايز يغيرك انت كذا لكذا، ولا عايز يغير نظام الشغل كله؟ لا، عاوز يغيرني انا، عاوز ياخدني انا
زي ايه مثلا؟ لما بنقول في مصر كده دراعه اليمين في اداره المشاريع مثلا. ما انت لو انت مش مقتنع وهو ما عرفش يقنعك هيشوف غيرك. انا مقتنع بكده، ببساطة يعني. أنا وده بقول لك الطرح هو اللي بكل مطروح بساطة، امامي الان. هل انا لو أنت مش دلوقتي مقتنع يا أحمد، لو أنت مش مقتنع إن أنت تروح في هذا المكان وتؤدي فيه هو ما عرفش يقنعك، يبقى أكيد هيشوف غيرك يعني. مش هيغير رأيه. هو واحد مقتنع بفكرة معينة عايز يعملها، صح؟ ومقتنع انا بتغيير معين اعتقد عايز ان هو يعمله. ما لجأش للفكره دي. يعني انا مقتنع، يعني انا برضو عندي قناعه قليله ان هو ما لجأش للفكره دي الا لما لقى او لما وجد الادوات اللي تساعده في هذا التغيير، لما وجد كويس. اشخاص قادرين على اداره هذا العمل فراح فكر في هذا الامر. لو ما كانش شافني قدامه اعتقد انه ممكن ما كانش يفكر في هذا الامر. بس فكر وشافك. بس انا اخشى اني اخوض تجربه زي دي اقوم اندم. انت تخشى لسبب. ايه هو السبب؟ اللي موجود في السلايد اللي جاي ده. انت عندك زي كل الناس تمام. اللي يعني يخشوا من التغيير ما يسمى الليرنينج انزايتي. انت قاعد في كومفورت زون في مكان ومبسوط وسعيد وناجح، هو عايز ياخد في مكان تاني، فانت خايف انه يحصل تغيير وما يحصلش نجاح. والخوف عادة بيكون من الليرنينج انزايتي. زي ما انا قلت لك من شوية، اذا ما كنتش هتبقى مقتنع بالكلام ده وتروح معاه هيشوف غيرك، بس قبل ما يشوف غيرك هيعمل لك السرفايفل انزايتي. يعني ايه؟ يعني هيقول لك بص الموضوع مش صعب، واحنا هنشتغل وهستنى عليك، وانت يمكن قلقان من الامبلمنتيشن وشايف ربما ان النظام الجديد والشغلانه الجديده ديت فيها تحديات، لكن انا هصبر عليك لغايه ما تتعلم. فلو فضلت حضرتك لا يعني مش انا مبسوط ومش عايز اروح، هيحاول معاك الاول سرفايفل انزايتي، يقول لك ايه؟ ما هو انت لو ما جيتش انا هاخد غيرك، وحتى مكانك اللي انت فيه بصراحه ما مضمنهوش ليك. انت شايفين الموضوع ده يا جماعه؟ هو ده اللي بيحصل على فكره. يعني انا الناس اللي كانوا خايفين من التغيير او رافضين التغيير او عاملين ريزيستنت للتغيير، العلماء بتوع التغيير بيقولوا ان عاده بيكون السبب هو القلق انزايتي من التعلم. مش عايز ابتدي حاجه جديده لسه اتعلمها. انا خايف اكون اني غير كفء في هذه الحاجه الجديده، ما عنديش سكيلز ونوليدج. طب اعمل ايه انا بقى كاداره هنا؟ ارفع لك السرفايفل انزايتي، اقول لك بص من غير الجديد ده ومن غير محاولتك للتعلم ده انا هدي لك سبورت، لكن لو ما حاولتش ولو فشلت احنا هنغيرك، هنشوف حد مكانك. لو انت حاولت هيسبورت يو، علشان هو عارف ان الموضوع هياخد وقت من الى. انما لو حصل فعلا بيقول احمد عاشور فعلا ده حصل. تمام، ده تغيير. ماشي. فعادة يا جماعه لما نيجي نشوف ايه سبب الريزيستنت، وخاصه هنبص تلاقي الريزيستنت دايما من الميدل مانجمنت اللي هو زي ما قلت احمد كده او اللي اكبر منه، يقول لك يا عم احنا قاعدين ومبسوطين وبنكسب، وبعدين احنا بقى لسه هنتعلم حاجه جديده، وبعد ما شاب يعني انا عندي بقى دلوقتي 45 سنه ولسه هروح اتعلم، او عندي 50 سنه ولسه هروح اتعلم. ايهاب عايز يقول حاجه، اتفضل يا ايهاب. الله العظيم. ايهاب رافع ايدك، ايهاب عايز تقول حاجه ولا؟ ايوه، مظبوط مظبوط مظبوط. الحقيقه الاراده هنا في التغيير وعدم التغيير او الريزيستنس في التغيير، انا ما اعرفش الاخ اللي كان بيتكلم ده بيتكلم هنا من مصر ولا بيتكلم من بره. السيستم انترناشونالي كل يوم فيه جديد، واللي ما يقدرش توب مع الابديت بتاعت السيستمز من وجهة نظر المانجمنت، من وجهة نظر نيو تكنولوجيز، من وجهة نظر الابليكيشنز،
اكشولي ده بيلاقي نفسه بعد فتره صغيره بيعمل حاجه من اتنين، يبقى يبقى قاعد في ريزيستنس زون مش الكومفورت زون، وهتيجي لحظه هيلاقي نفسه بره الاورجنايزيشن كله، او هيلاقي نفسه داخل في مشاكل وتحديات اكبر من اي امبلوي هو ايفر السكيلز بتاعه. فانا ارجو ان الاخ اللي كان بيتكلم he has to find it as opportunity. With that opportunity, he has to put his terms and conditions to accept. In the meantime, ياخد كل circumstances اللي تساعده ان هو يطلع ليفل في الكارير بتاعه، وفي نفس الوقت to meet the requirements بتاعت الـ end management. مع التأكيد اني على اي درجة هو هيطلعها فهي في الاخر ما نفعتوش within that organization اللي هو بيشتغل فيه، هتنفعه في مكان تاني بلس، ويمكن ربنا كاتبها له عشان يزيد مرتبه. انا معاك، شكرا واعتذر عن الاطاله. لا بالعكس انا معاك. سؤال لحضرتك ان بيرسون، حضرتك ذكرت في اول كلامك ادي الميدان يا حميدان، حضرتك كنت في الكويت؟ لا هو برضه هي كلمه الاخوه الشوام بيستخدموها دايما في كل مكان. طب ادي الميدان يا حميدان، ده انا عايز اقول لك يعني انا طلعت عيني لغايه لما عرفت فين الميدان ومين حميدان. غالبا انت حميدان. بيقول لك انزل ورينا بقى. ادي بيقول لك ادي البحر وادي مش عارف ادي الجمل وادي الجمال، خش بقى وريني نفسك. اعتذر عن الإطالة، شكرا. لا لا كلام مظبوط، والاخ احمد سمير بيقول كلام مهندس ياب مظبوط جدا، وده كلام سليم. طيب تعالوا بقى بعد ما عرفنا الناس اللي بتعمل تغيير بيلعبوا فين في الحته انهي، وعرفنا ان عاده بيكون الريزيستنت من يا اما الكسلانين اللي مش عايزين يتعلموا حاجه جديده، اما الناس الكبار في السن اللي قال لك يا عم انا لسه هتعلم حاجه جديده ولسه بقى هخش الكتاب وبتاع والكلام ده. تعالوا نتكلم على سبب اخر يؤدي الى عمليه الصعوبه في التغيير. السبب الاخر ده يا جماعه هو الكالتشر، الثقافه. كلنا نسمع كالتشر كالتشر كالتشر، ايه الكالتشر دي؟ ايه الثقافه دي؟ والله بعض العلماء هامبدن اند تيرنر قالوا ان ثقافه المؤسسات او الثقافه ان جنرال يعني عباره عن ثلاث طبقات زي مثلوها كده بالبصله، زي البصله. وقالوا ايه؟ الثلاث طبقات ديت ليها حدود، سطح، سيرفيس، اللي عادة بيكون في الارتيفاكتس، شغل اللي احنا بنعمله وازاي احنا بنتصرف، المعايير بتاعتنا how they behave. والجزء الاعمق بيكون هو اللي فيه المعايير بتاعتنا والنورمز القيم، والجزء الاعمق اللي تحت خالص بيكون فيه البيزك اسامبشن. هنتكلم على كل طبقة من هذه الطبقات. الطبقة اللي في السطح دي عاملة زي كده الايسبرج، عاملة زي الطبقة اللي موجودة على الجبل التلجي، دي التلج دي اللي باينة من ثقافتك أو ثقافة المؤسسة بتاعتك، دي اللي بيبقى موجود فيها شكلك ولبسك ومكتبك وعربيتك الحاجات ديت، يعني طريقة تصرفك، يعني دي الأمور اللي بتكون موجودة في السطح. حجم المكتب بتاعك، قاعد في سبيس اوبن سبيس ولا قاعد ازاي؟ طيب احنا نوع العربيات اللي هنجيبها لك في شركة، كل دي نقول عليها ايه؟ النفقات اللي احنا هنصرفها اللي ممكن تطلبها وانت مسافر وكذا، كل دي نقول عليها ان هي الطبقة المرئية من الثقافة، زي كده جبل الجليد اللي باين فيه جزء صغير من فوق. إنما الطبقة التانية الأعمق دي اللي بتشكل المعايير والقيم،
معايير حضرتك وقيم حضرتك او معايير وقيم المنظمه. ودي بتوفر لنا مجموعه من القواعد حوالين ايه هو اللي صح وايه اللي مش صح، وممكن يكون فورمال ممكن يكون انفورمال. يعني مثلا مسموح تلبس اي حاجه وانت رايح الشغل ولا في دريس كود؟ يعني الحاجات اللي انت بتجيبها معاك في بتجيب اللي انت عايزه ولا في عندك سيكيورتي رولز؟ الموضوع بتاع الصح والغلط وتعبر عنها سواء في شكل رسمي في الكتب بتاعه الرول اتشار او غير رسمي ومتعارف عليه زي الالتزام بالمواعيد، في مواعيد ولا في فلكسبيليتي واللي يهمني بس الانتاج شكل عموما هيكون ازاي، هنستخدم مع بعض اسماءنا الاولى ولا هنقول ابو فلان وابو فلان، هنجتمع دايما بشكل رسمي ولا ممكن يبقى في اد هوك ميتنج. دي كلها نقول عليها القواعد او نقول عليها النورمز والفاليو. انا لما باجي عايز اعمل تغيير، طبعا انا هتكلم بعد شويه على الديبست في السلايد اللي جاي، لما باجي اعمل تغيير مش بهتم فقط بالجزء اللي باين اللي فيه الارتيفاكتس والبرودكتس والبيهيفير، لا انا كمان بهتم بالنورمز والفاليو ان انا اغيرها، وبهتم اكتر بالجزء يا جماعه اللي تحت بنقول عليه الديبست اللي فيه البيزك اسامبشن او يقولوا عليها الافتراضات الاساسيه. يعني احنا شركه، خلي بالكم الافتراضات الاساسيه دي اللي بتقوم عليها الاعراف والقيم بعد كده ونادرا ما يتم التعبير عنها. بص تلاقيها جايه زي شعارات مثلا سياسيه، يعني مثلا نقول جميع الموظفين متساويين، ممكن يكون عندنا احد الاسامبشنز ان الجشع ده شيء كويس، عارفين زي الفيلم بتاع جوردن جيكو بيتكلم على قال لك الكريد از جود، زي مثلا نحن نقدر الافراد. كل هذه الافتراضات تاتي من قلب المنظمه، ولو هتحاول تغير بهذه الاسامبشنز اللي موجوده في القاعده اللي جوه تحت دي هيحاربوك. زي مثلا والله احنا جايبين الاخوه المستشارين دول علشان يشتغلوا ويريحونا، هم يقعدوا للساعه 6 و7 و8 ويشتغلوا في الويك اند واحنا نمشي بالساعه 4 مفيش مشكله. دي افتراضات، دي كلتشر. هو احنا جايبين الاستشاري علشان يقول لنا نعمل ايه ولا علشان احنا نقول له نعمل ايه؟ لا، احنا جايبين الاستشاري عشان نشغله، موظف عندنا شغال في كل حاجه. دي افتراضات، جايز تكون غلط، جايز تكون صح، بس علشان تلمس هذه الافتراضات وتقدر انت تغير فيها اعرف ان انت سيتم محاربتك جدا. يعني على سبيل المثال، لو كان الافتراض الاساسي للموظفين في احد الاورجنايزيشنز او المرافق اللي تم خصخصتها مؤخرا هو ان المنظمه موجوده من اجل الصحه العامه، لكن كل الرسائل لم تتفق مع الرسائل اللي قدمتها الاداره بشان الحاجه الى تحقيق ربح. احنا بنشتغل في شركه لخدمات وطنيه، ولكن طب ما هو ده يعني كلام بقى ان انا بقدم خدمه عامه مش لازم ربح؟ لا، لازم اقدم ربح. ومحدش قال لي طيب في هذه الحاله انا محتاج اني احقق ربح، فالافتراض الاساسي تم استبعاده. فلما اجي اغير الرساله الى نحن هنا من اجل الصحه العامه ولكن من اجل الاستثمار في الصحه العامه ونحتاج الى تحقيق ربح، يبقى انا ربطت هذا الافتراض الاساسي بالظروف المتغيره وقدرت اني ادفع الى تغيير وتغيير مواقف قوي. يبقى انا اقدر اربط ما بين التغيير اللي حاصل حواليا وما بين
الاسامبشنز اللي كانت موجوده، فسواء بقى ان في كل الستاف ايكوال او كل الستاف مش ايكوال، الستاف عندي فيه وفيه، ففي ناس وفي ناس تانية، فممكن يكون ده احد الاسامبشن اللي جوه. لو انت دخلت بقى بفكر ان كل الستاف ايكوال وهو موجود في ثقافه المؤسسه ان مش كل الستاف ايكوال، هتلاقي فيه طبعا مشاكل مستقبل. لذلك لو حضرتك عايز تغير وتعمل نظام ينجح، ادرس ثقافة المؤسسة بالثلاث طبقات بتاعتها. ليه بالثلاث طبقات بتاعتها؟ عنده أي استفسار يا جماعة؟ كده حد كتب حاجة؟ تمام. موضوع ثقافة المؤسسة ده موضوع مهم جدا. حضرتك مش هتعرف تغير الا اذا فهمت الثقافه بتاعت المؤسسه، الاسامبشن بتاعتها، مش مجرد السطح اللي فوق. طب اغير ازاي بقى؟ تعال بقى نتكلم على المودلز بتاعت التغيير. نماذج التغيير لما نبص فيها هنلاقي ان ازاي هي بتشتغل من حيث الهيكل والثقافه. هنحتاج ان احنا نبص في عمليه التغيير داخل منظمة، وهنعرف مع بعض ان في العديد. طبعا ممكن تغيير ثقافة، وده احنا بنقوله. طبعا ممكن تغيير ثقافة، ولو بصيت حواليك في الشركات مثلا الحكومية اللي اتخصخصت بيعملوا ايه؟ هل هيفضل يشتغل بنفس الفكر بتاع الحكومة والقطاع العام والحكومة وكده، ولا لازم اغير من ثقافته؟ If the organization is multinational. ايوه في سؤال محمد سعيد قبل ما نكمل في موضوع المودلز. ايوه محمد افتح الميكروفون تتكلم اسهل. ايوه ما انا انت السؤال بتقول هل ممكن تغيير الثقافه لو الاورجنايزيشن مالتي ناشونال؟ حسب بقى، لو كان مجلس الاداره عايز يغير الثقافه ولا مش عايز. قلنا بقى التغيير لازم ياتي من فوق. ممكن طبعا اغير الثقافه واضع جراوند رول كل حاجه. طيب بس ارفع ايدك عشان اشوفك انت فين، يعني علشان اشوفك انت فين واعمل لك اللوت. ايوه فين؟ تمام يا دكتور كده تمام. كان عندي سؤال يا دكتور، كان عندي سؤال دلوقتي انا كنت درست وحضرتك شرح لي في الكروس كالتشر مانجمنت، لو الاورجنايزيشن مالتي ناشونال اكوردنج تو هوفستد موديل، انا لازم الجزء اللي حضرتك قلت عليه في الجبل اللي هو الجزء الهيدن في الايسبرج، انا تقريبا بيبقى انتشبل يعني، وانا بدير بيبقى انتشبل. طب انا دلوقتي عايز اعمل تغيير، وانت بتديره بيبقى ايه؟ بيبقى عن ايه؟ عن ايه؟ انتشبل يعني مش هاجي ناحيته، لان الفاليوز مثلا لو انا هصطدم بثقافات مختلفه بس انا عايز اغيرها تمام عشان افرض سياسه او بوليسي للشركه، فهنا الصعوبه ازاي اتغلب على ده. ما هو انا قلت لك دلوقتي انت انتشابل، ديت معناها ان الاداره العليا مش عايزاك تيجي ناحيتها، ولا تقصد انتشابل لان هي ما ينفعش تغيرها؟ انتشابل ان هي بتمس يعني، مثلا لو انا بتعامل مثلا فور اكزامبل لحضرتك، مثلا لو انا بتعامل مع ثقافه مختلفه مثلا في كذا جنسيه، ففي عادات وتقاليد راجعه للكالتشر بتاعت حتى الناشوناليتي بتاعتهم، مش كبزنس وايز، فانا هاجي ناحيتها ازاي؟ ده كان سؤال. لا ما هو احنا لازم نشوف كل حاله بحالتها. اديني مثال عشان اقول لك تيجي ناحيتها ازاي، لان ممكن تكون انت مش محتاج تغيرها اصلا. يعني عادات وتقاليد يعني اللي انت عايز تغيرها في الاورجنايزيشن عشان تعمل تغيير في سيستم. فهمت قصدي حضرتك. تمام. يعني ما هو انت مش لازم تغير كل حاجه، ما ينفعش ان انت تخلي كل اللي موجودين في الاورجنايزيشن عاداتهم وتقاليدهم واحده، واحد مثلا وهو بياكل بيعمل حاجه معينه بطريقه مختلفه عن حد تاني. طب ما ده ماله مال، هم قاعدين في ريستوران وخلاص. لكن لو في حاجه هتؤثر على الاخرين في السيفتي بتاعه او كذا، فلازم تدرس الموضوع. فلو تديني مثال اللي تقصده عايز تغيره مثلا صعب عشان كده نتكلم فيه. مثال فور اكزامبل مثلا دكتور، انا في اورجانيزيشن مثلا معروف ان مثلا الناس المانجيريال لازم يبقوا من البلد الفلانيه، الناس الاكسكيوشن او اللي ينزلوا سايتس مثلا حاجه في كونستراكشن من البلد الفلانيه، انا عايز اغير النهارده ده،
ماشي، او لا، ما هو مثلا انت مش اورجانيزيشن هتغير نفسه. الا اذا كان التوب مانجمنت هيساعدك في هذا التغيير. احنا تمام اتفقنا على ان ده اي تغيير لازم يكون سبورتد من التوب مانجمنت. لو التوب مانجمنت هم مبسوطين بكده ويعمل لك جاستيفيكيشن كمان، لازم اعمل توازن وبتاع ويبقى في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا ومش بلد واحده، انت هتغيره ازاي؟ بتتغير. فيبقى احنا اتفقنا على تمام قاعده حطيناها في بدايه الكلام يا باشمهندس محمد، ان تمام التغيير لازم يكون متفق عليه ادابت وموجود ريكوايرمنت. من فوق. لكن لو التوب تمام مانجمنت مبسوطين بان يجي لك المدراء من بلد معينه، ولا هتغير اي حاجه؟ تمام يا دكتور، ألف شكر. وحتى اللي بيقول لي هنا مثلا محمد محمود بيقول اوجد اسباب للتغيير عشان تقدر تبدا وتتكلم فيها. انا بقول لك انسى، ما تحاولش تقنع التوب مانجمنت بانه محتاج هذا التغيير. اذا ما كانش التوب مانجمنت هو اللي عامل الار اف بي علشان حضرتك تروح تحط له سيستم جديد، مش هتعرف تعمل حاجه. لدرجه ايه؟ انا بقول لك يعني ده كلام علماء التغيير وده الخبره الشخصيه بتاعتي. ألف شكر تمام؟ يا دكتور، شكرا جزيلا. تمام شكرا جزيلا. تعالى نتكلم على النماذج اللي موجوده. اول نموذج هو نموذج لوين. لوين بيتكلم على كيفيه تفكيك العقل الجمعي، واحنا هنتكلم على خطواته بعد شويه، لكن هو قائم على كده. بريك داون كولكتيف مايند سيت، عندنا مايند سيت معين لجماعه او لناس او موجودين في اورجانيزيشن، فانا عايز افكك هذه العقليات علشان تبقى يعني انيبل ان نبقى في تغيير. برضو هرجع اقول لك تاني، من غير سبورت من التوب مانجمنت ولا هتفكك عقل جمعي ولا هتعمل حاجه. لازم يكون عندك سبونسر عنده اوثوريتي يقدر يساعدك في هذا الامر. مهندس عبد الله الغامدي حبيبنا، اهلا وسهلا بيك، بيسأل عن معلش دكتور في مشكلة في الصوت. مش كل حاجه. المهندس عبد الله الغامدي الصوت الظاهر حصل، معلش. المهندس عبد الله الغامدي بيسال بيقول الاقي فين ثقافه المؤسسه؟ فانا بجاوبه بقول الجزء بتاع الفاليو والمعايير والقيم النورمز هتلاقيها في الكتب بتاعت الاتش ار. يقول لك ايه الصح وايه الغلط وايه الحق بتاعك واللي عليك اند سو اون. اما الجزء الخاص بالديبست اللي تحت دي هتجده عند مجلس الإدارة، عند التوب مانجمنت، عند الناس اللي بيحطوا الشعارات السياسية وعلى أساسهم اللي عملوا الفاوندرز بتاعت الشركة أو الأورجنايزيشن اللي بيرسموا السياسات. الجزء اللي فوق طبعا واضح بيبقى قدامك يعني. تمام. نرجع تاني للموديل التاني. الموديل التاني يا جماعة في التغيير اللي ممكن نستخدمه، أنا شخصيا دايما بحب هذا الموديل، هو كودر. كوتر موبل هي خريطة للتغيير، عامل رود ماب للتغيير بناء على الأخطاء الشائعة اللي ارتكبتها المنظمات لما نفذت التغيير. يعني هو قعد يراقب كده 15 سنة ويشوف إيه الأخطاء الشائعة وبناء عليها عمل رود ماب من 8 خطوات هنتكلم عليهم بعد شوية. كمان في نموذج لسنج للتغيير. هذا النموذج بيربط بين التغيير والتعلم، بيقول ازاي ممكن ان التعلم يقوي يعزز يعمل اندورسمنت بشكل عميق جدا للتغيير. خلينا نشوف كل هذه النماذج ونبدا اولا بليون. اول حاجه نماذج تغيير كورت ليون. كورت ليون او كورت صح كورت ليون عمل هذا النموذج وكونه من 3 خطوات. الكلام ده كان في منتصف القرن العشرين، يعني في الخمسينات تقريبا. استخدمه الاول كنموذج يقدر يغير بيه الاشخاص، بعد كده ابتدى
ابتدى يطبق على مستوى المنظمات. الخطوات الثلاثة هي unfreeze, change, refreeze. عايز ألغي التجمد. إيه التجمد ده؟ تجمد إيه؟ التجمد نقصد بيه هنا الأفكار اللي موجودة عند المجموعات. يبقى أنا في العقل عندي إيه؟ أفكار وحالات معينة، فأنا عايز أفكك هذا الجمود وأبتدي أخليهم قادرين على التشينج. الأول أشوف هو إحنا محتاجين التشينج ولا لأ، بعد كده أحدد هو التشينج دوت اللي أنا محتاجه، محتاجه في أنهي منطقة وأنهي حتة ومع مين، وبعدين أبتدي أشجع على الطرق الجديدة ونبذ الطرق القديمة، وعايز أتأكد كمان من إن في سبورت من الأبر مانجمنت علشان أقدر أمانج وأفهم الناس مرتبكة من إيه في هذا الدخل. بعد كده أقدر إني أروح لمرحلة التشينج، طبعا هي period of confusion challenge، وكمان لازم تقول له clarification. يعني هنا في الأول كنت بتحاول إن أنت تغير المايند سيت، تكسر الأفكار القديمة، لكن لما قدرت تشيل عايز تحط حاجة جديدة. عايز أحط حاجة جديدة، يحصل بقى إيه هنا؟ لخبطة وعدم فهم. يبقى واجب عليك إن أنت تكومينيكيت وتحاول تديله يعني empowerment وengagement عشان تبدأ تستخدم الطرق الجديدة في التغيير، وتخلي الناس يجوا معاك لهذا التغيير، وتساعد الامبلوي ان هم يتعلموا الكونسبت الجديد. عملت كده واشتغلت في هذا الامر، اربط، استنى بقى، عندنا نيو مايند سيت، عندنا عادات وتقاليد جديده، اعمل ريفرنس، خليها جزء من ثقافه المؤسسه، اعمل يعني سليبريشن للنجاحات، ودي بونسز، وادي سبورت وتريننج عشان ما ينتكسوش تاني ويرجعوا الى القديم. طبعا تفكك المجموعات والتغلب على الجمود والتحريض على التغيير من خلال التعزيز اللي جاي لك من القوة اللي جاية من فوق هي اللي بتدفع التغيير. إذا كان في عندك قوة فعلا جاية من التوب مانجمنت، ده هيقلل لك من المقاومة. التغيير نفسه زي ما قلنا هو فترة الارتباك وعدم اليقين، لأن بيكون في تحدي وطرق جديدة وتعلم. هنا بيكون في التشالنج مع الامباورمنت. لما بعيد التجميد أو ريفريز، هنا أنا محتاج إني يكون عندي طرق أرسخ بيها النظام الجديد وأعمل توازن جديد. وخلينا نتكلم كده على كل خطوة بالتفصيل، أعتقد هيكون التفصيل هنا معانا في المحاضرة دي، يمكن في الكورس بما فيه تفصيل أكتر عن كل خطوة من دول. إحنا هنكتفي بهذا القدر من التفصيل لطريقة اللون، ونتكلم برضو هاي ليفل كده على طريقة جون كوتر. حد عنده أي استفسار الأول على الموديل ده؟ في عندي هنا اتنين ريز هاند. أحمد اتفضل. أحمد افتح الميكروفون، أنا عملت لك. الله يزيد فضلك يا رب باشمهندس. كان سؤالي هوني، طبعا إذا طبقنا الموديل الفريم ورك وعملنا الريفريز، كم من المدة الزمنية لازم يبقى على حالة؟ يعني التشينج هو عملية مستمرة طبعا، وهيك جينا على رقم ثلاثة وعملنا ريفريز، هوني وش العوامل اللي بتلعب دور لحتى نعيد الخطوة الأولى؟ وعلى حسب الصناعة بتاعتك. لو أنت بتشتغل في اندستري فيها تكنولوجي، الريفريز مش هتستمر كتير، لانك انت في هذه الحاله في عندك تكنولوجي مستمره وعندك طرق في الاداره طالعه جديد، فانت محتاج ان يكون عندك زي ما انت قلت
استمرار في هذا التغيير. لكن الريفريز بيكون في الوقت اللي انت محتاجه لاستخدام النظام اللي انت غيرت عليه. واضح مهندس احمد؟ احمد الالفي. تمام يا دكتور. معلش سؤال كده بعد اذن حضرتك. دلوقتي طبعا. لو التوب مانجمنت هي اللي هتعمل التغيير ده بس ما فيش كوميونيكيشن ما بينها وما بين الناس اللي تحت، ما ينفعش. ما ينفعش. ايه اللي يحصل بقى؟ ايه تبعات ال ولا حاجه؟ ما فيش حاجه هتحصل، ما فيش تغيير هيحصل. تعالى اوري لك الموديل بتاع كوتر. الحقيقه الموديل بتاع كوتر موديل يعني جامد جدا وهايل جدا. هشغل لكم فيديو كده 10 دقايق هو صحيح، انما الفيديو ده يبين كوتر كويس، وبناء عليه هنقدر ان احنا يعني نتكلم على كوتر. لكن اوعى تفتكر ان انت ممكن تعمل حاجه بالعافيه من فوق بس وبيج بان كده، لا، هيعملوا لك يعني مكايد وبتاع، فهيتغيرهم وتجيب ناس ثانيه وتبقى عملت ري انجينيرنج بقى، يا اما تعمل التحالفات والتالفات زي ما هنشوف بعد شويه. خلوني استوب شير واعمل شير ثاني للفيديو. يا ترى مين بقى اللي سجل الخطوات؟ ممكن يا شباب تقولوا لنا كده الخطوات اللي انتوا سجلتوها ايه؟ الثمان خطوات بتاعت دكتور كوتر. النهارده معانا طبعا نجم مختلف جدا معانا. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الثمان خطوات بتاعت كوتر، وكنت بسأل مين اللي سجل الثمان خطوات بتاعت كوتر. اخد كده في صوت مش كده؟ كده في صوت، مفيش مشكلة. ايوه واحد اهو، تمام، كتب واحد يبقى في صوت. طيب كان في حد رافع ايده؟ المهندس محمد سيد، اتفضل يا باشمهندس محمد، قول لنا بقى ايه الثمان خطوات وفهمتها ازاي، او قول لنا شوية منها والباقي يقولوا يعني. اول خطوه كان ستيب سنس اوف ايرجنسي. تمام يا دكتور. ان اول حاجه ان انا بالبلدي كده ببيع ضروره يعني التغيير. يعني ايه المعنى؟ لا واحده 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 باشمهندس، انت هتقعد معايا شويه. اول خطوه الكرييتنج ايرجنسي كده صح؟ ايه ازاي بالزبط. تعمل ايه يعني؟ ومين اللي يعمل الكلام ده؟ تفتكر انت لو عندك هقول لحضرتك انا مثلا هدي حضرتك مثال. لو انا شفت دلوقتي مثلا حته الديجيتال، هقول لحضرتك مثال من الواقع يعني عملي او حاجه شفتها. مثلا انا شفت دلوقتي موضوع الديجيتال ترانسفورميشن، انا لقيته منتشر جدا. فانا دلوقتي لو هشتغل في مجال مثلا ان انا اجمع الداتا او الكلام ده كله، هبيع فكره البيزنس انتليجنس للهاير مانجمنت زي ما حضرتك تفضلت وقلت اكتر من مره، وحتى في اسئله الزملاء واسئله انا شخصيا، ان لازم الهاير مانجمنت ادابت التغيير اللي ما ينفعش. فانا ابتدي اول حاجه ان انا ابين ده للهاير مانجمنت. ده الكلام ده لو هو رايح من ميدل مانجمنت للهاير مانجمنت، او لو رايح من الهاير مانجمنت للاقل منها، هو اهم حاجه يحسسهم ان الضروره التغيير دي اتس زي ما حصل كده مع البينجوين. شفت البطريق حصل ايه معاهم؟ الراجل راح وعمل تجربه وبتاع واثبت لهم ان فعلا في خطر، ان لما الازازه اتكسرت بالظبط. ايوه لما الازازه اتكسرت بالظبط كده. تمام. فهو حاليا القصه ان انا كهاير مانجمنت بقى متهيألي هو ده الكونسبت اللي حضرتك ممكن تكون عايز تبص للموضوع من ناحيته. انا كهاير مانجمنت لازم اوصل للموظفين اللي عندي ان انت لازم تتغير. مثال بسيط جدا، لو انا مثلا شركه، مش هو بس لازم تتغير، الاورجنايزيشن كلها لازم تتغير، والا مش هنقدر نطلع لك فور سرفايفنج، مش هيبقى في مشاريع. صحيح، فور سرفايفنج. فانا هقنع، انا
انا كمؤسسه شغاله في كونستراكشن مثلا، هقنع الناس اللي عندي، عشان برضه عشان احنا ديفرنت باك جراوندز، فهقولها بصيغه تانيه، هقنع الناس اللي عندي ان في سوفت وير معين لازم الناس كلها تتعلمه عشان اقدر اخد مشاريع وانفذها، وبالتالي تستمر الشركه في الاداء، وبالتالي الموظفين اللي عندي لازم يكونوا كويسين في السوفت وير ده عشان يقدروا يدوا برودكشن مثلا يعني. ده صحيح. يبقى اذا الكرييتنج ارجنسي والنيد فور تشينج هم دول اول حاجه اللي هنعمل بيها بوزيشننج لهذا التشينج، علشان اذا ما قدرناش نخلق شعور بالالحاح مش هقدر اروح للخطوه اللي بعدها. طيب كانت ايه الخطوه اللي بعديها؟ حد يشارك ولا نكمل مع المهندس صالح؟ المهندس صالح، ونكمل مع المهندس محمد. لو في حد عايز يشارك ممكن يرفع ايده، لكن نكمل مع المهندس محمد. اتفضل مهندس محمد، الخطوه اللي بعديها ايه؟ تاني خطوه انا كنت كاتبها تكوين التحالف الجديد، يعني ان انا تكوين التحالف الجديد، ان انا اقدر اجمع، مفترض ان انا اقدر اجمع كل ادارات الشركه. تمام، التحالف دي مقصود بيها دكتور اللي انا فاهمه ان انا كل الاداره لما هم عرضوا كان في 8 بينجونز، فكل واحد فيهم كان مسؤول عن حاجه، فكان لازم يحصل بينهم وبين بعض تحالف عشان يقدروا ينفذوا الخطه اللي هم يعني زي مين في الاورجنايزيشن تقدر تقول هم دول اللي هتعمل معاهم تحالف؟ هقول لحضرتك الماركتنج، السيلز، الاستراتيجيك مانجمنت، برافو عليك، المانجمنت، مدراء الادارات، خلينا نقولها كده، مدراء الادارات، المانجمنت. طب مش معنى دول، ما هو كل واحد فيهم مسؤول عن مجموعه ناس هيعمل جزء من هذا التغيير. عشان كده موضوع انشاء التحالف الارشادي ده بانشاء فريق هو اللي هيبقى دوره بعد كده التوجيه، وهو اللي هيبقى دوره بعد كده انه ينفذ هذا التغيير. تمام، اتفضل كمل. تمام يا دكتور. فبالتالي الخطوه الثالثه developing a vision. developing a vision once ان انا الفيجن عندي، الفيجن او اللي هي اللي انا اقدر احط ستيبس، نوع من انواع الاستراتيجيك مانجمنت او استراتيجيك فيو للشركه على لونج تيرم الفيجن، واقدر ومن الخطوه الثانيه التحالف اللي حضرتك قلت تفضلت قلت عليه اللي هي الميدل مانجمنت، هتوصل ده لللير اللي تحت خالص. بس خلي بالك مش الميدل مانجمنت لوحدهم، لازم التوب مانجمنت هنا او السبونسر اللي بنتكلم عليه ليه دور كبير جدا في ان هو يوصل هذه الفيجن، وهنشوف الخطوه اللي جايه هتكون ازاي. لكن مهم الخطوه دي، لان الخطوه دي هي الخطوه اللي بيكون من خلالها عندنا استراتيجيه، ومن خلالها نتفق بمنتهى البساطه كده على النهايه، وهنوصل لفين من التغيير، وايه الاهداف اللي هتكون عندنا، واهداف تكون قابله للقياس كوسائل يعني لتحقيق التغيير. فعشان كده الرؤيه دي لازم تكون الهدف المعلن او الجول المعلن للتحالف الموجه والاستراتيجيه، ويكون في خطه. تمام، تعالى نتكلم عن الخطه اللي بعد كده. نقطه مهمه حضرتك، لو حضرتك نقطه مهمه حضرتك قلتها دلوقتي، حته الميجرمنت، ان وات يو كانت من الميجرمنت يو كانت كنترول، يعني زي ما حضرتك بتقول فعلا مهم جدا احدد انا ازاي اعمل ميجرمنت، يعني كونسيكونتلي هقدر اعمل كنترول. تمام، طيب نروح الخطوه اللي بعديها. بس قبل ما اروح الخطوه اللي بعدها عايز اقول لك ان الثلاث خطوات دي احنا بنقول عليها ان احنا بنخلق مناخ للتغيير من خلالهم. يعني تمام، الاول انا بمهد الحاجه، فعشان امهد الحاجه كوتر بيقول ان الثلاث خطوات دول اقدر اقول عليهم كده مع بعض انهم بنخلق مناخ للتغيير. اتفضل الخطوه اللي بعديها. communicating the vision buying with it، يعني for buying with buy it. صح، مع الستيك هولدر. يعني الفيجن انا عايز انقلها، عايز انقل الرؤيه دي والحاجه للتغيير بشكل فعال لجميع الاشخاص اللي هيتاثروا بالتغيير، ولازم يكون عندنا تأييد من كل المعنيين. اذا لازم يكون كل واحد فاهم الفيجن وكانها بتاعته، لان الفيجن دي هي الفيجن الشخصيه بتاعته. ادابتنج. وحضرتك صلاح يا دكتور هنا لما حضرتك بتقول ستيك هولدر، انا طبعا هتواصل مع الاكسترنال، هنا هيظهر عندي طرف الاكسترنال، يعني مثلا لو انا شغال صح، لو انا شغال في شركه كونستراكشن مثلا، انا بتعامل مع كونتراكتورز، انا فالناس دي ممكن تقلق من تغيير سياسه الشركه بتاعتي، فانا في الحاله دي محتاج ان انا اطمنهم نمره واحد، مش اطمنهم وبس،
هتبقى مرحله النجاح ان هم يادبت الاستراتيجي بتاعك، يبقى احنا وين تو وين، هنشتغل كلنا بطريقه فاضمه للورك بروجرس بتاعي، ان هو الورك بتاعي ان هو يبقى ان بروجرس يعني. علمهم يعني احنا بنعمل ايه لما بنكون مثلا بنحط اللي انا هكلمك على مكتب اداره مشروعات، لان هي اللي بشتغل فيها وهي اللي بتحتاج اداره تغيير من حاجات ثانيه. لما بيكون معايا مقاول استشاري وانا بحط بروسيس وبحط تول وبعمل بيلد كابابيلتيز، بدعوهم معانا ان هم يقعدوا ونشوف ايه الحاجات اللي حطيناها وتتعمل ازاي. تمام؟ تمام تمام يا دكتور. الخطوة الخامسة كانت ايه يا باشمهندس؟ empowering broad based يعني empower action broad based action، يعني انا عايز بقى امكن من التغيير مش كده؟ وابتدوا بقى تمام. يروحوا ويعملوا ويشتغلوا. الخطوة دي مهمة جدا ومربوطة بالخطوة اللي بعديها، بس خليني اقول لك ان الخطوة دي هي التغيير نفسه. مين اللي هيبقى ليه دور كبير جدا في هذه الخطوة؟ اكشولي اللور لاير في الاورجنايزيشن اللي بتبتدي من اهم بقى اللي هيحرك اللور لاير في الاورجنايزيشن دول اللي كانوا بينطوا في البحر وبتاع، الاهم هم المدراء بتوعهم. تاخد بالك يعني انا عايز اطبق التغيير في الماركتنج ديبارتمنت او في مع السيلز او 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 او. طيب مين اللي هيقود التغيير في كل اداره من الادارات اللي عملت معاهم تحالفات؟ الميدل مانجمنت يا دكتور. بالظبط، اللي انا عملت معاهم تحالفات في البدايه. لذلك لازم الخطوه السادسه ان يكون في تمكين، الخمسه انا اسف، يكون في تمكين على نطاق واسع، والناس تبتدي بقى اديهم ديليجيشن وافوضهم ويبتدوا يعملوا التغيير. وعلشان التغيير يكون له ريورد سريع هروح للخطوه رقم سته. خطوه سته اهم بالظبط. ايه الخطوه رقم سته بقى؟ الخطوة رقم ستة generating short term wins. generating short term wins. لازم يكون عندي quick wins، لازم يكون عندي نجاحات سريعة. وهنا عادة بنعمل ايه؟ ناخد موديل مشروع ادارة مسار وكبر، ونبدأ نشتغل مع الناس ويتغيروا ويطلعوا نتائج، ونقعد نعمل معاهم بقى انتصارات ونديهم زي ما انت شفت كده البطاريق ابتدوا يعملوا ايه؟ يعني يعملوا لهم حفلات ويدوهم بقى شويه ميداليات ومش عارف ايه، علشان يشعروا ان فعلا في تغيير حصل، وهذا التغيير جاب نتيجه. يعني التغيير ده مش مجرد التغيير تعود عليه هو شخصيا، كما انها تعود على بالظبط كده، ده هيسرع بعمليه يشجع يعني الاخرين. خلي بالك بالظبط، ده هيسرع بعمليه التغيير يا دكتور. ده كلام سليم. طيب بعد كده ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نمره سبعه never letting up. كده ترسيخ بقى، عايز ارسخ ده. بالظبط كده بالزبط. عايز ارسخ، هم هنا مسمينها build on the change، بس هي نفس الكلام. يعني عايز ارسخ الخطوه الاخيره المكاسب، وعايز ارسخ هذا التغيير في الكالتشر، فاعمل انكورنج للتغيير هو الكالتشر، بحيث ان التغيير يصبح ثقافه خلاص، واتعلم حاجات جديده اصبح جزء من الثقافه انه يشتغل بيه الجديد. بالظبط، وهم دول ثلاث حاجات اللي بقول لك عليهم: كرييت كلايمت فور تشينج، ثلاث خطوات، بعد كده انجيجنج وانبلنج، بعمل التغيير نفسه، وبعد كده بقى يبقى عندي امبلمنتيشن للسستينابيلتي من خلال اني نيفر ليت اب واني انكر التشينج في الثقافه. شكرا مهندس محمد وجزاك الله خير. جزانا وجزاك، شكرا. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ حسين، اهلا دكتور حسين، اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور اكرم. عليكم السلام، وحشنا والله، ازاي صحتك يا فندم؟ والله حضرتك اللي وحشنا كتير جدا جدا جدا، وقعدتنا بالمحاضره الجميله دي والسيكونس العلميه للتشينج مانجمنت، ويعني ريحتنا من موضوع كبير قوي كنا هنتكلم فيه، بس احنا ما بنتكلمش زي حضرتك كده، هنتكلم فيه من وجهه نظر بسيطه. هو انا بس انا ليا يعني اضافه براكتيكال شويه. اتفضل يا فندم. عايز يعني تعليق او حاجه يا فندم؟ حضرتك سامعني؟ اتفضل يا فندم. انا سامعك يا فندم. الحقيقه
يعني في different type of resistance. يمكن حضرتك يعني حطيت الهيدلاينز الجميله والبروسيس الجميل قوي للشيش مانجمنت، بس في تايب اوف ريزيستنس بتكلم مع البراكتيكال. مهم قوي ان انا في اي مكان اعرف مين المستفيد من عدم التغيير. الموضوع ما هواش نفسي بس، طبعا هو نفسي بالنسبه للنورمال بيرسون، بالنسبه لحد يعني بيشتغل عادي يعني ما يهموش ايه اللي يتغير او ما يتغيرش. انا كان عندي وجهه نظر زمان ان لازم ابتدي بالسيستم، ودي فعلا ده بناء على التجارب وعن تجربه واقعيه انا عايش حاليا، يعني ان انا ببتدي اعمل سيستم سي مثلا ايزو سيستم او اي حاجه، وبعد ما خلص السيستم ده ابتدي التغيير. الحقيقه بناء على مجموعه التجارب بقى وتجارب الحياه والحاجات اللي حتى طبعا استاذنا كلنا فيها، ان بيبقى في ناس هم اللي مستفيدين بالكيس، وان التغيير بالنسبه لهم هيبقى فيتال. طبعا حضرتك فاهم يعني غالبا هو انا جبت سلايد لو حضرتك شايفها السلايد دي، يعني مش عارف كان هيبقى عندنا وقت نتكلم فيها ولا لا. دي بالظبط الحاجه اللي بتقوله، انا بصنف الستيك هولدر على قدر فعلا مين اللي عنده كباسي للتغيير ومين اللي فاهمه ومين اللي هيبقى ريزيستنت. طيب وفي سلايد ثانيه كان عندنا 7 رولز نتعامل معاهم ازاي ونعمل معاهم ايه. يا فندم والله حضرتك سليم جدا، حضرتك بتتكلم الكلام العلمي الرائع اللي مش اي حد يقدر يتكلم زي حضرتك. بس انا بقول اي حضرتك حاجه، ربنا يكرمك. نورمالي بيزيكلي التغيير اللي بيفشله الكوربشن اللي موجود في المكان بيزيكلي ده اساس الايه قلت الاستفاده. ايوه حضرتك الاستفاده، الناس المستفيدين من عدم وجود هذا التغيير لذلك جزء كبير جدا. وموضوع بقى بيعتمد على الاورجنايزيشن شارت بتاع الشركه او بتاع المؤسسه او بتاع اللي حضرتك فيه. هل الاورجنايزيشن شارت ده الكوربشن في انهي ليفل؟ يعني لو كرفش في ليفل تحت خالص ده يعني ما هوش مشكله كبيره، انما لو كرفش في الفيرست ليفل او في السكند ليفل بتبقى العمليه فيري هارد. يعني هقول كلمتين بس. يعني انا كنت لسه بتكلم مع واحد صديق يعني دكتور مهندس معماري، وبنتكلم فعلا على الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. على بلد ما في مكان ما من غير اسامي، بنقول ان لو ان هذه البلد فيها نظام سيستم زي اللي موجود في السعوديه والامارات مثلا، الاوتوميشن بتاع كل حاجه يبقى مربوط برقم الهويه، فتقدر تعرف امورك كلها داخله مع بعضيها برقم واحد، هيبقى في نظام. فكان رد الصديق يعني نفس الحاجه بتقوله ده، بس هيكون في ناس في الدوله العميقه المستفيدين من ال 50 جنيه وال 100 جنيه اللي بتمشي الامور هيعرضوا وجود هذا السيستم. كلام مظبوط جدا، ولذلك احنا باشمهندس بنبدا بعمليه الستيك هولدر اناليسيس وتحديد الناس اللي في الريزيستنت وايه اللي هم بيستفيدوا منه، وبناء عليه بنبتدي ناخد الخطوات ونعمل. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الكلام ده احنا كنا لسه متكلمين فيه في الـ 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 في المايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت وفي الانترنال انفايرمنت مع الستيك هولدرز في برزنتيشن كنا عاملينه الاسبوعين اللي فاتوا. فهو الحقيقه يعني انا المختصر بس عشان يعني ايه مش عايز اطول على حضرتك انت يا استاذنا الكبير ولا على ابنائنا وزمايلنا الموجودين. هو الموضوع المفروض يمشي في سكتين. سكه السيستم لازم يتغير، كل السيستم طبعا الماجوريتي بيبقى شاري شهاده بيسميها ايزو، لازم يعمل سيستم اقرب حاجه ليها مثلا ايزو. مش هتكلم على حاجه مور كومبليكيتد لان ايزو سهل جدا وفيري سمبل. والحاجه الثانيه والاخطر هو هاو تو تشينج بيبل، هاو تو تشينج الكالتشر، هاو تو تشينج كاركترستكس بتاعت البيبل تو 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 هيلب ذا تشينج. وبعدين برضو يعني برضو في بدايه اي حاجه يعني اذكر حقيقي، ولذلك احنا بدانا في الكلام في البدايه على العلاقه اللي ما بين التشينج وما بين الليرنينج.
والعلاقه اللي ما بين الليرنينج وما بين الناس. وبعدين ابتدينا نتكلم على المودلز بتاعت التشينج، وذكرنا الثقافه بتاعت الاشخاص وبتاعت الناس. فكلامك سليم 100% يا دكتور. انت كلام حضرتك اللي رائع وانا استمتعت بيه جدا 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 جدا. بس هو في كلمه صغيره برضه بحب اضيفها، بحب اضيفها. اتفضل. لو دي كانت كلمه في اول انا بكلم بريفلي على تشينج مانجمنت متخصص زي حضرتك يعني، برضه نهايه بروجكت مانجمنت. اتفضل. هناك تحدي لاي حد عايش على كوكب الارض ان يقول لي ان ربنا خلق حاجه ساكنه. Everything is in change. طبعا. بس شطارتنا ان احنا بقى ايه؟ نستخدم الليتست يعني رولز والليتست ساينتفك انفنشنز، وان احنا ايه نعمل تشينج مانجمنت بطريقه ساينتفك. وزي ما حضرتك قلت بالظبط البروسيس اللي حضرتك قايله ده اكتر من رائع. وبس يبقى فيه برضه الستيك هولدر اناليسيس قبل ما نعرف، ولازم نعرف مدى قوه ال ال ال, ال, ال الكوربشن اللي موجود جوه. لان انا اللي قابلنا في حياتنا الحقيقه ان اغلب الحته اللي فيها كوربشن اكتر حته حتى مع التوب مانجمنت. التوب مانجمنت احيانا بيبقى متمسك بتوع كوربشن دول اكتر ما متمسك بوجوده هو، فهو ده اللي بيبوظ التشينج. انما التشينج مانجمنت عن تجارب وعن تجارب مع شركات ومع اماكن كثيره جدا والحمد لله نجحنا فيها وعملناها، ان التوب مانجمنت لو هو زي ما حضرتك بتقول سبورتنج وحاطين السيستم مع بعضه ويمشي الاثنين بارلل اللي هو التشينج اوف بيبل، لان البيبل هو الفيرست ريسورسز. فلو قدرت اغيره ان هو يبقى يعني هو اللي بيعمل التشينج مانجمنت بنفسه. وحضرتك قلت كلمه رائعه رائعه رائعه، ان طول ما الانسان بيحس ان هو اللي عامل السيستم وهو المين ايتم في 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 التشينج مانجمنت وهو اللي بيعمله وبينفذه، هتمشي الامور بسهوله اكتر بكتير من اي حاجه تانية. وانا بشكر حضرتك جدا جدا وسعيد ان شفتك بعد المده الطويله دي. انا بقى لي اكتر من 3 سنين ما شفتش حضرتك يعني. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك، وبنشكرك جدا 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 على المحاضره الرائعه الجميله هي يعني. شاكرين جدا جدا. وطبعا بنشكر اخونا الاستاذ عمر البشمهندس عمر وكل البشمهندسين المنظمين اللي بيم قريبي على يعني استضافتهم للقمم اللي زي حضرتك دول يعني. حضرتك يعني نورت الدنيا. شكرا 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 باشا. نكمل بس العشر دقائق اللي باقيه دي، احنا اتفقنا على ساعتين وانا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده الحقيقه. في حد رفع ايده؟ لا خلاص كده حد رفع ايده. طيب مين بقى اللي بيشتغل في التشينج وايه الادوار بتاعه الناس اللي موجوده في هذا التشينج؟ التغيير رحله، والرحله دي فيها عدد من الخطوات، وفي كل خطوه هتبص تلاقي فيه اشخاص بيتركوا بصمتهم على نجاح الفكره الاصليه. خلينا نبص كده بصه سريعه موجزه على هذه الرحله وعلى الادوار اللي بتنطوي عليها كل مرحله. مفيش مجموعه متفق عليها عالميا من ادوار التغيير، لكن غالبا اللي بيقوم بالتغيير في كل منظمه هي الادوار التاليه. يبدا التغيير بفكره، طالما فكره يبقى في صاحب فكره، يبقى الايديا جنريتور او المدافع عن الفكره او منشئ الفكره هو اللي هيبدا التغيير. بدون هذه الافكار بتكون المنظمه طبعا راكده. خلي بالك حكايه الاستقرار دي اشاعه، مش حاجه في الدنيا زي ما قال الباشمهندس حسين الدكتور حسين ان في حاجه مستقره، نحن اغيار، مفيش حاجه مستقره. وزي ما قال كده الامام الشافعي، والاسد لولا فراق الأرض مفترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصل، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. لازم يحصل تغيير، التغيير ده هو اللي بيدي حياة للناس والأورجنايزيشن.
تاني واحد من الرول اللي موجودين في التغيير السبونسر، الراعي بقى، الراجل بقى اللي عنده الموارد وهيدعم التغيير، ولازم يكون موجود من الاكزيكتيف ليدرز. ما ينفعش واحد مجلس اداره، والا هتبص تلاقي نفسك بعيد عن التغيير. وكمان في ناس تانية زي مثلا اللاين مانجرز اللي احنا قلنا عليهم من شويه، اللي بنعمل معاهم التحالفات، وطبعا المستهدفين من التغيير. هي دي الرحله، هي دي الرحله. لينك المقطع اللي فات، طيب ما انا بعت اللينك خلاص اوريدي. طيب خليني اكلمك على حاجه مهمه جدا، وهي ستيك هولدر انجيجمنت. خمس دقايق اللي جايه استحملونا فيها، لانها مهمه قوي، لان مشاركه المعنيين او اصحاب المصلحه بيعتبر من الأهمية جدا في التغيير، لأن التغيير بيحصل فقط إذا هؤلاء المعنيين استخدموا المخرجات ببساطة، وهؤلاء المعنيين عملوا دعم للتغيير. لو لم يستخدم المخرجات هتكون مجرد خلاص كده قدرة بتمتلك المنظمة، لك حاجة يستخدمها، ولا حصل تغيير ولا حاجة، لو ما تعملش معها المعنيين ولا حاجة حصل. ولهذا فإن الموضوع بتاع تصنيف المعنيين، ونشوف منهم مين منهم اللي عنده هاي كاباسيتي، ومين اللي عنده ليتل اكسبيرينس، ومين اللي عنده هاي كاباسيتي وهاي يعني انترست في التغيير، ومين اللي عنده هاي كاباسيتي وهاي انترست وعنده قدره على التغيير. انا اللي يهمني الحقيقه السلايد دي اللي هختم بيها، وهكلمكم على المبادئ السبعة اللي ممكن حضرتك تستخدمها علشان تخلي المعنيين يشاركوا معك. المبدأ الأول: You can forget important stakeholders but they won't forget you. يمكنك أن تنسى المعنيين المهمين لكنهم لن ينسوك أبدا. خلي بالك وانت بتعمل stakeholder analysis وstakeholder engagement، انت يجب عليك ان انت تحط كل المعنيين من الاول اكرم. لا طبعا الموضوع هيبقى بروجريسيف الابوريشن. البرنسبل الثانيه في انك تخلي الستيك هولدر انجيجد، يقولوا عليها ايدنتيفيكيشن از ا كونتينوس براكتس، نيو ستيك هولدر ايمرج ديورينج تشينج، اولد وانز كان فيد اواي. يعني ايه؟ يعني المعنيين دول انت بتحددهم زي ما قلنا هو بروجريسيف ابوليشن، لان في ناس جديده بتخش معاك وتبقى مستفيده من المشروع او بتقاوم المشروع، وفي ناس بتتلاشى بتمشي، وفي ناس، فانت دايما في تغيير في تحديد المعنيين. بس اهم حاجه اوعى تنسى المعنيين المهمين. طيب ايه كمان الخطوه الثالثه؟ هي تحديد الأولويات. Prioritizing and segmenting the stakeholders is in a moment in time. هتحدد أولويات المعنيين وهتقسمهم، تعملهم فئات كده وsegmentation، هي لحظة في الزمن، لأن كل شوية هتقعد تعيد الترتيب وترتيب الأولويات بانتظام، وكمان التقسيم بتاعها. المجموعة الثانية من البرنسبلز اللي هتستخدمها عشان تقدر انك تعمل ستيك هولدر انجيجمنت هي إدارة العلاقات وتعبئة المعنيين معاك، وفيها أربع مبادئ الحقيقة. أول مجموعة كانت الايدنتيفيكيشن والسيجمنتيشن، ثاني مجموعة هي إدارة العلاقات مانجينج ريليشن شيب، والموبيلايزنج انك تخليهم يشتغلوا معاك. المبدأ الرابع ان زي ما قال اخونا المهندس محمد فتحي في الشات، بعض المعنيين هم افضل من يشاركهم الاخرون. يعني سام ستيك هولدر ما يقدروش يخشوا الا اذا كان في اذر ستيك هولدر يدخلوهم معاهم، اصحاب هم بيشتغلوا مع بعض، فعشان كده الافضل ان انا ادخل بعض الناس عن طريق اخرين.
المبدأ الخامس إن حضرتك لازم تفهم الأول علشان تتفهم، وده المبدأ ده جايبينه من سيفن هابتس بتوع ستيفن كوفي، بيتكلم على seek first to understand and then be understood. اطلب أولا أن تفهم، أن تفهم ثم تفهم. المبدأ السادس مبدأ الحقيقة مهم جدا وكلنا شفناه، وهو emotion trumps reason، مش دولان ترامب طبعا، ترامب ريزون، يعني العاطفة تتفوق، العاطفة تنسخ العقل. يعني الخطاب العاطفي اللي حضرتك تقدمه وتتكلم بيه مع الستيك هولدر يلغي عقلهم وتخليهم يمشوا وراك في التغيير اللي انت عايزه. الخطاب العاطفي مهم جدا، دايما الناس هيقول لك اصل الشعب المصري ده شعب عاطفي، ودايما نسمع الخطاب العاطفي. لا يا حبيبي، مش الشعب المصري، الانسان عموما متكون من عاطفه ولحم ودم، فالخطاب العاطفي يأثر فيه تاثير كبير جدا. البرنسبل السابعه ساعدنا في ان انت تانجيج الستيك هولدر، ديمونستريشن ترامبس ارجمنت، يعني تقدر ان انت تعمل عرض توضيحي، هذا العرض التوضيحي يتفوق على اي حجه، اي كلام، اي ارجمنت، بان انت تقول له والله اهو النجاح، اهو القسم الفلاني عمل النجاح، فانت وريته باي موديل هذا النجاح. انا بشكركم على يعني هذه المحاضره والنقاش الجميل جدا من معظم الناس اللي كانوا موجودين معانا، والحقيقه كنا عندنا شويه حاجات كده بنتكلم فيها عن الكوميونيكيشن وجزء الخاص بالكوجنيتيف بايس، لكن يبدو ان الوقت داهمنا والساعتين خلصوا، وان شاء الله يكون لينا يعني لقاء اخر نكمل فيه الجزء اللي احنا ما كلمناش عنه. انا نطيت مثلا سلايد الخاصه بالاستراتيجي وعلاقتها بالاورجنايزيشن وبالتغيير، فيعني هيبقى ناقص السلايد ديت، وناقص بقى من سلايد 15 ل 21. انا ممكن يكون لينا لقاء اخر ان شاء الله نستكمل فيه بقيه الكلام بتاعنا. شكرا جزيلا، واشكر المهندس عمر سليم، واشكركم جميعا على حضوركم معنا. مهندس عمر، الميكروفون معاك لو حابب تختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك مهندس، أشكرك دكتور على المحاضرة قيمة، الله يعطيكم العافية. إذا في حدا يعني حدا عنده أي سؤال ممكن يعمل ريز هاند أو بعد إذن حضرتك دكتور. تفضلوا يا شباب، طبعا لو في حد عنده أي سؤال إيهاب تفضل يا باشمهندس. الحقيقة أنا يعني مستمتع بكلام حضرتك ومتشكر جدا ليه، بس أنا ببص للتشينج اوف مانجمنت والتشينج اوف ثيوري من طريقه تانية خالص. ريجاردلس انا بشكر حضرتك جدا للمعلومه. اللي انا بتكلم فيه يهمني وجهه نظر حضرتك الشخصيه، وحضرتك ليك مطلق الحريه تجاوب او ما تجاوبش او تعتذر. اتفضل اتفضل. ربنا يخلي حضرتك. الفكره بتاعت التصرف في بيع الاصول بتاعت مصنع الحديد والصلب، أنا متفق معاها والآخرين بيقولوا دي عملية بيع قطاع عام وبتاع وكلام من ده. رأي حضرتك من وجهة نظر المانجمنت، حاجة بتخسر وعشان نصلحها هندفع ثمنها كلها تاني من غير ما استفيد بحاجة، أنقل الصناعة وحطها في حتة بعيد وأجيب بالتكلفة بتاعت الأرض بتاعتها حاجة تانية، ولا أعمل إيه؟ انا شايف ليه وجهة نظر، بس الناس ليه وجهة نظر تاني. الصوت العالي اللي دايما معترض على التغيير رايي، هو الحقيقه انا عشان اقدر ادي لك رايي في هذا الموضوع لازم يكون عندي المعلومات كافيه، واحنا سيبك من المعلومات، انا بتكلم ان جنرال، سيبك يعني انا مش طالب راي متخصص، انا راي طالب راي من وجهة نظر من الجلوبال فيجن بتاعت حضرتك انترناشونال. انا بقول لحضرتك انا علشان ادي لك، عشان ادي لك رأي في استمرار بزنس لاين، بلاش نقول حديد وصلبه كده، عشان ادي لك رأي في استمرار بزنس لاين معين
او عدم استمراره او نقله، يبقى لازم يكون عندي تفاصيل عن البيزنس لاين، بيكسب بيخسر، الهيستوري بتاعه ايه، القوائم الماليه بتاعته ازاي، يعني الامور الاقتصاديه. مش بس ما هو بس خلي بالك الموضوع مش موضوع بس مكسب وخساره، هو ممكن يكون ليه بعد اجتماعي اخر موجود، فدي كلها امور محتاج ان انت يكون عندك معلومات اكتر من المتاحه في اي بزنس لاين، مش بس على الحديد الصلب او غيره، عشان ادي لك الراي. فيبدو ان في ناس متخصصه اكتر مني يقدروا ان هم يدوا لك راي في هذا الامر. انا بشكرك على الدبلوماتيك انسر. ثانك يو. شكرا جزيلا. شكرا. مهندس يحيى تفضل. منسحي رفع ايدك بالصدفة ولا ايه؟ بالصدفة. اهلا وسهلا. حد عنده اي استفسار يا شباب يرفع ايده او يكتب لنا في الشات. احمد اتفضل يا احمد. أحمد الله يزيد فضلك باشمهندس، وجزاك الله خير على الأمسية الطيبة والرائعة. عندي والله سؤال ومدخل بسرعة مشان ما نروح يعني الوقت. هلا أخذنا نحن أعطيتنا حضرتك اثنين فريمورك ولا موديل، لون وكتر. ممكن نحن نستخدم الثمان خطوات تبع كتر كستيب 2 عند لون، يعني هو لما عمل انفريز بعدين عمل تشينج بعدين عمل ريفريز، والستيب الثاني هي لازم نحن نستخدم نطبق الثمان خطوات اللي تعلمناهم هلا سوا بالستيب الثاني، ولا كل موديل يستخدم لوحده؟ شوف، لو انت بتعمل تشينج في مؤسسات، نعم، كوتر هو اكثر المودلز المستخدمه في تغيير المؤسسات. طيب. لو انت بتعمل الشينج في دول كلتشر بتاعت ناس، فانت محتاج المرحله الاولانيه من مراحل دول محتاج ان انت تشتغل عليها بشكل جيد. طيب، وانا رايد اسمع رؤيه حضرتك. نحن هلا بالمشاريع، وهي شغله جديده عندنا من 2018. انا عم بحكي معك من المانيا، باي مشروع عم بيجي انه لازم للمشروع يكون في تشينج مانجمنت للمشروع نفسه، يعني كاورجنايزيشن المشروع لازم نعمل له احنا تشينج مانجمنت بلان. ايش رايك بهالفكره؟ يعني ما عندي خبره فيها بصراحه، ولكن اذا كان المشروع سنتين او ثلاث سنين، اي موديل او اي فريم ورك بتنصح انت يطبق فيه بهالمشروع؟ جون كوتر. ما دام المشروع ده في اورجنايزيشن، يبقى إذن جون كوتر هو أفضل المودلز اللي بيستخدموها في التغيير في المشاريع والأورجانيزيشن. وأنا شخصياً استخدمت جون كوتر في ثلاث مشاريع. يعني في 2017 استخدمنا جون كوتر مع وكان عندنا حد متخصص من كندا جاي يعني، وهو اللي استخدم هذا النظام مع مكتب تحرير رؤية. وفي 2020 كان احد البرامج لاحد الشركات القطاعات الكبرى هنا في السعوديه، و2021 حطينا الخطه برضه جون كوتر لانها مؤسسات. يعني المؤسسات جون كوتر طبعا محتاج ان انت تستخدمه. طيب يا سيدي، شكرا مره ثانيه، وكمان بشكر الاستاذ مهندس حسين، لاني كل مره بينبهنا بمحاضره من محاضراته لموضوع الفساد وخصوصا بقطاع الانشاءات. جزاه الله خير، الموضوع كثير مهم، وعملية تضارب المصالح إن كانت من إدارة عليا أو حتى يعني ميد مانجمنت كتير مهمة، لازم واحد ينتبه لها الفكرة. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا. جزانا وإياكم. في أي استفسار يا جماعة؟ طيب، أشكركم. والمهندس عمر الناطور، أستاذ عمر أنت الهوست. جزاك الله خير دكتور، شرفنا وجودك معنا.